السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم أحلامنا الجميلة. يوم جديد في الحياة، نسأل الله عز وجل أن يجعله يوما عامرا بتقواه وذكره وموفقين فيه للعمل الصالح الذي يحب الله جل وعلا منا ويرضى. نبتدي إن شاء الله، وصباح الخير عليكم، وصباح الخير على مصر كلها، وصباح الخير على أمتنا العربية والإسلامية. حلقتنا النهاردة لغايه ما جينا ايه صلاتكم ورسائلكم على الارقام الموضحه امامكم على الشاشه، نبتدي نكمل موضوعنا في الرموز المهمه جدا اللي بتهم كل بنت وكل امراه لم تتزوج منتظره الزواج او بتتمنى الزواج. كملنا بعض الرموز معاكم، زي السياره، زي الحذاء، زي الله المستعان الفستان الابيض كعرف ومن التقاليد، وكملنا كثير من الدلالات ومنها السياره. والنهارده فاضل لنا او تبقى معانا دلالتين، الا وهي الدلاله الاولى العباءه. والعباءه هنا هي احنا بنخرج بيها، يعني مش مخصصه للبس البيت، فهنا فوق لبس البيت. اذا هنا ربما تدل العباءه على الزواج الثاني او انك انت تكوني زوجه ثانيه. اغلب الارامل او المطلقات يرون العباءه ولا يرون اللبس، يعني كانت مبشره لها بالزواج لا يرون اللبس اللصيق بالجسد، لان هو ده الدال على الزواج للمره الاولى. يرون سبحان الله العظيم العبايه اللي هي بتدل على بتلبس على فوق اللباس الاساسي بتاع البيت وبنخرج بيها، فدي بتدل ان هي اما تتزوج للمره الثانيه، يعني بتكون ثيب سبق لها الزواج، اما انها بتكون زوجه ثانيه، والله اعلى واعلم. عندنا دلاله جميله جدا النهارده، ألا وهي دلالة الشعر الطويل للمرأة. طيب معانا اتصال، أول اتصال. سلام عليكم. أهلا يا أم أحمد، صباح الخير. ازيك يا أستاذة أسماء؟ أهلا بيكي، صباح الخير. صباح الخير. اتفضلي. لو سمحت أنا عندي ثلاث أحلام. اتفضلي نوريك. الله يخليك. الحلم الأولاني حلمت اللي أنا، إحنا عندنا سطوح فوق، أنا مربي طير يعني، لقيت طلع على السلالم كده مليان تراب، وشقة سلفتي مفتوحة كده، يعني زي ما تكون إيه مهجورة كده. وبعدين طلعت لقيتها واقفه قدام يعني ايه العشش بتاعتها، وواحد كده يعني ما نعرفوش لابس اسمر كده واقف على السقف كده، بس السقف فاضي وفي هد في الارض، وهي واقفه قدام الهد ده. وانا بنقول لها في ايه، انت بتعملي ايه، ما ردتش عليا، وانا طالعه على السطوح يعني. بس ده اول حلم. طيب خير ان شاء الله. الحلم اللي انا حلمته النهارده، حلمت ان هي جايبه كتاكيت كتير قوي، كتاكيت صفرة كتير قوي. بينك وبينها مشكله يا ام احمد؟ يعني مش على قد كده يعني. كلام كتير بينك وبينها وانت بتدافع عن نفسك وهي بتدافع عن نفسها؟ لا، ما فيش كلام، يعني كل واحد في حاله يعني. طيب هي عندها مشاكل في حياتها الشخصيه كتير؟ عندها مشاكل. صحيح. طيب. ايوه. وكتاكيت كتيره قوي، وبعدين حطاهم في البلكونه عندي، قلت لها لا خديهم عندك انت فوق، راحت مطلعهم عندها في البلكونه فوق، كتاكيت صفرة كتيره قوي. بس ده في حلم كمان، حلم البنت يعني، قالت لي في حصان بني عمال يعضني ويرفصني، وانا خايفه منه، ونعمل ونزق فيه وكده اهوت، بس العض يعني ما وجعتهاش. طيب في حد متقدم لها؟ لا. في حد من الاقارب يعني اتكلم ان هو عايز يتقدم لها؟ لا لا لا، دي هي لسه في اولى ثانوي. طيب حاضر. بس طيب حاضر، نورتينا يا ام احمد، شكرا لاتصالك. اولا الرؤيه الاولى والله اعلى واعلم، بسم الله الرحمن الرحيم، هي داله على ان هذه المراه مشاكلها في حياتها الشخصيه، البيت بتقولي بيتها مهجور، او انها واقفه وبتهبد على المكان، ربما انها عندها مشكله كبيره في حياتها الشخصيه او مشاكل كثيره سبحان الله العظيم، ومنها ربما ان هي تكون يعني بتحاول ان هي تحل مشاكلها، لكن الله مستعان ما فيش حد بيساعدها في حل مشاكلها، فهي والله اعلم دل على كثره المشاكل. اما الثانيه اعتقد انها تفضي اليك بامر ما، وتطلب منك او تقعد معاكي في جلسه كده وديه، تطلب منك ان انت تحكي لك مشكله، وتطلب منك ان انت تساعديها، او تقول لك تدخلي في الامر عشان نصلح، لكن انت واضح ان حضرتك بتحبي الحدود في العلاقه حتى ما بينك وبين سلفتك، فما شاء الله انت رفضتي للكتاكيت اللي هي كثره الكلام والمشاكل، او كثره الكلام اللي بيجلب المشاكل وبيجلب علينا التعب،
رفضت ان الموضوع ده يكون عندك او انت تكوني وساطه فيه، وخليتيه قلت لها انا او هترفضي ان انت تتدخلي في الموضوع لان حضرتك ما تحبيش المشاكل ووجع الدماغ. اما الحصان البني اعتقد ان هو الله على وعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامه. اذا هنا واللون البني دل على الاقارب او الاهل، يعني هذا الشخص الذي يتقدم لابنتك ان شاء الله يكون من قرابه ابيها او من قرابتك انت باذن الله تعالى. واعتقد ان في شخص من العائله يعني معلق امل على البنت وعايز يرتبط بها ان شاء الله، ولكن هو الموضوع لم يفتح الى الان. عموما يعني ادعي دايما ان ربنا يقر عينيها بالزوج الصالح ان شاء الله. هذا والله اعلى واعلم. معنا اتصال جديد. السلام عليكم. اهلا يا ام محمد، صباح الخير. صباح الخير. انا عايزه اسال حضرتك، كنت اتصلت بيكي من اسبوع وقلت لك على اني معايا كتاكيت ورميتها في البحر. ايوه. وسلمها تاني ما عرفتش، وقلت لي في خساره كبيره. تمام. فانا كنت هشتري شقه بمبلغ كبير وعايزه اعرف الخساره فين، عشان مختلفين انا وجوزي على الموضوع ده. انا قلت لك ساعتها، انا فاكره حضرتك رميتيها في البحر، قلت لك دي الفلوس اللي بمبلغ كبير عندك، لانك انت قلتي لي ساعتها ان الكتاكيت مش قادره اعدها كتيره جدا، فهي المبلغ الضخم اللي عند حضرتك، اسال الله عز وجل ان يبارك لك. ان وضع الكتاكيت ما ينفعش احنا نحطها في البحر. أيوة. لان لو اتحطت في البحر طبيعي ايه اللي هيحصل؟ هتموت. صحيح. فهنا دي الخساره في مالك في موضوع اللي انت بتسعي يعني فيه. هو صاحب البيت نصاب يعني ولا ايه؟ لا انا ما اعرفش، لكن انت هتحاولي ترجعي فلوسك تاني، مش هتعرفي ترجعي. حاولي ان حضرتك تغيري المكان اللي انت عايزه تشتري فيه الشقه دوت، وشوفي مكان تاني، واستخيري الله عز وجل، اسال الله عز وجل لك الخير. لكن مش باين الخساره منين؟ خساره ان حضرتك هتحطي مالك في مكان ومش هتعرفي ترجعيه تاني. هتحاولي ان انت ترجعيه مش هتقدري. طيب انا عايزه احكي لحضرتك على حلم. اتفضلي. انا حلمت ان بنتي كانت خرجت، هي كانت راحت النادي، وبعدين يعني هي في واحد شبه ممكن يقول عليها لكن احنا مش متاكدين. فهي راحت النادي على اساس ان هي مع الكابتن وكده، وبعدين لقيتها راجعه بالليل، اخوها قال لي اتاخرت اتصلي بيها تيجي، فلقيتها راجعه بالليل هي محجبه، لقيتها داخله من باب الشقه قالعه الاشرب وقالعه البلوزه البيضاء بتاعتها ومسكها في ايديها. فانا بقول لها اتاخرتي ليه وسوري يعني، قلت لها ايه ده انت جايه منين يعني، جايه من كباريه ازاي داخله بالمنظر ده، وهي سكتت. وبعدين اخوها بعد ما كان زعلان انها اتاخرت قعد يقول لي ما كانش صح ان انت تقولي لها كده، ومش عارفه بقى، وعايزه اعرف الشخص ده كويس ولا ايه، هو فعلا عايزها ولا مش عايزها. شوفي هو انا مش حاجه بس احنا شاكين. طب انا هقفل واسمع حضرتك من التليفزيون. طيب تنورينا يا ام محمد. وعايزه اعرف بس راي حضرتك فيه، هو كويس ولا وحش؟ حاضر يا ام محمد، حاضر. شوفي يا ام محمد انا امامي هنا الرؤيه دي. اقفلي. اتفضلي. شكرا لاتصالك، نورتينا يا ام محمد. الرؤيه لا توضح الشخص ده من ان هو هيتقدم او مش هيتقدم، ملهاش علاقه بيه خالص. الرؤيه ليها علاقه ببنتك، ان بنتك ربما ان هي محتاجه حضراتكم ان انتم حد يكون معاها في التدريب، او ربما ان هي يعني الله مستعان التدريب بيطغى عندها على موضوع ادائها لصلواتها وادائها لامور العباده الى اخره. انت بتقولي خلعت القميص الابيض، فهنا الله مستعان او جياني من القميص الابيض شايلاه والحجاب، فده تقصير شديد في امور الدين. اولا البنت ما تخرجش الا بمصاحبه اخوها على الاقل، ان هو يكون معاها ان شاء الله. تاني حاجه ان دايما حضرتك توجهيها وتنصحيها ان هي تكون ملتزمه بامور العباده، لكن هي اعتقد الرؤيه ما لهاش علاقه بهذا الانسان، والله اعلى واعلم. اسال الله عز وجل لها الزوج الصالح ان شاء الله. نكمل مع حضراتكم لغايه ما جينا اتصالاتكم. قلنا العباءه، ونرجع تاني لدلاله مهمه جدا وجميله قوي، الا وهي وبتعجب المراه انها تشوف شعرها على غير العاده في المنام طويل وجميل. الشعر ليه دلاله حلوه جدا، وطبعا طول الشعر وسواده او لونه الجميل زي ما المراه بتحب، ممكن بعض النساء بتحب اللون البني او الاصفر الى اخره، مع ان اللون الاصفر بيبقى ليه دلاله يعني سبحان الله العظيم دلاله وتفسير، لكن كل واحد يظهر له الامر على ما يرجوه او على ما يحبه. فهنا عندي الشعر الاسود هو اقوى الدلالات الجميله الطيبه، الشعر الاسود والناعم. طيب
الشعر الأسود الطويل للعزباء هو بشارة بزيادة مال هذه الفتاة إذا كانت إن شاء الله امرأة عاملة أو فتاة تعمل، وربما ان هي دلاله على الزواج ان شاء الله، والله اعلى واعلم. معانا امه الله، نكمل مع حضراتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا امه الله. ازيك يا استاذ اسماء؟ الحمد لله. والله انا هقول لحضرتك، عايزه تفسير لرؤيه حدثت معايا. اولا انا عايزه اقول لحضرتك ان انا اساسا منفصله، مطلقه من فتره، بس كنت رافضه الجواز ده خالص، كانت عندي عقده من الجواز خالص. ففجأة يعني ظهر إنسان كويس جدا، في مواصفات أنا عايزاها بمعنى صح، وحنين جدا. فوافقت بيه. فرتبنا الموضوع الجواز، حددنا ميعاد معين على شهر يعني 8، ربنا يعني يتممه يعني على خير. ففجأة اتصل بيا من حوالي 3 4 أيام كده، طبعا كان الساعة 3 بالليل، فبيقول لي انت كويسة انت، وهو مخضوض جدا، انت كويسة انت كويسة؟ قلت له اه الحمد لله. في حاجة؟ قال لي لا لا مفيش. قلت له في؟ قال لي لان انا حلمت حلم هبحكوا له بعدين. ثاني يوم حضرتك انا حلمت ان حلمت ان في ضفدعة جاية بتخبطني في كتفي، قاعدة في وسط الستات. حلمت ايه يا امة الله؟ في ايه؟ ضفدعة سمع صوتها جاي، صوت ضفادع. ضفدعة؟ اه تمام. فخبطتني في كتفي، فقمت مخضوضه من النوم. تمام. فهو كان مسافر لسه جاي امبارح، فبيحكي لي على الحلم. بقول له ايه الحلم اللي انت شفته كنت مخضوض منه؟ قال لي حلمت ان انت كنت عندي في المكتب وقاعده على الكرسي، فجيت عليكي ضفدعه وعايزه تيجي عليكي، عايزه تهجم عليكي. عايزه تيجي؟ قمت بقيت اخبط فيها برجليا وتطير من هنا من هنا. تمام. قال لي في الاخر فمسكت خشبه وخبطتها بيها وتطلعت دم، فالدم جه على الحيطه، طرطش على الحيطه. تمام. فانا استغربت، قلت له ده انا انت بعد ما حكيت لي ثاني يوم انا حلمت بنفس الحلم. عايزه افهم من حضرتك بس يعني ايه الضفدعه؟ طيب انا عايزه اسالك، الحلم بتاع الضفدعه مين كان الحلم الاول؟ حضرتك ولا هو؟ منه. طيب حكاهولك ولا ما كانش حكاه؟ لا ما كانش حكاهولي والله. تمام. طيب حضرتك في امراه بتبقى عارفه موضوع، او فتاه يعني امراه عارفه موضوعك بينك وبين هذا الشخص؟ اه في الاول اه، لو ما كانش حد يعرف غير اهلي، فبعد كده عرفوا. طيب هو انا والله على اعلم، الضفدعه هذه امراه، المراه دي بتحاول افساد هذا الزواج. بالظبط. واعتقد ان هي المراه دي ربما من طرفه هو. وهذه المراه هو الوحيد اللي يقدر ان هو يتصدى لها ويتم زواجك، يعني القرار من عند هذا الشخص وليس من عندك انت. شكرا. والله اعلم. اي رؤيه تانية يا امه الله؟ الو السلام عليكم. طيب تقريبا انقطع الاتصال. هنا الشعر الطويل الجميل زي ما قلنا بيبقى دال للمرأة او الفتاة العزباء والمرأة التي لم تتزوج على الزواج ان شاء الله، وهو له دلالات اخرى جميلة وطيبة حب ان انا اقولها مع حضراتكم. كمان الشعر بيدل على زيادة المال، إن كانت هذه المرأة منتظرة عمل أو الفتاة منتظرة عمل إن شاء الله، تدل إن هي إن شاء الله يجي لها عمل، والعمل ده هيكون الراتب بتاعه كويس أو المرتب كويس إن شاء الله ويرضيها. زيادة في الدين، حلها في أمورها واستقامتها، لو كان الشعر يعني نازل مستقيم فهو دليل إن دلالة إن هذه المرأة أو هذه الفتاة حالها إن شاء الله يكون طيب ومستقيم. طيب دلالة تانية، الأسود قلنا هو قوة الألوان، وهو في الشعر هو زينة للمرأة وأجمل ألوان الشعر بالنسبة للمرأة، فهو زينة لهذه المرأة. ممكن تكون الزينة في المال وفي الولد، وممكن تكون للمرأة المتزوجة بشارة بالحمل في الولد، والله أعلى وأعلم، وزيادة في ذريتها بإذن الله تعالى. وممكن تكون لها دلالة جميلة جدا هتسعد كل مشاهداتنا دلوقتي المتزوجات، إن هذا الزوج بيحبها حب شديد جدا وما بيقدرش يبتعد عنها تماما. هذه دلالة الشعر الطويل. لكن عندي الشعر الطويل
للمرأة أو للمرأة عموما إذا وصل إلى حد ممكن يتعبها أصلا، يعني لو وصل إلى الأرض مثلا، وهي يعني في الواقع المرأة بتجد صعوبة لما يكون الشعر ده على الأرض أو واصل إلى طوله إلى الأرض، فبتجد صعوبة في إن هي تمشطه أو تهتم بيه إلى آخره. إذا هي والله أعلى وأعلم أمورها الحياتية تدل أنها في هم في هذه الأمور. لو لقيت شعرها ملعبك أو متكوم كتلة كده، واحدة عندها مشكلة نفسية أو هم شديد في حياتها وأمر متعقد في حياتها ومتعسر وهي مش عارفة تحله، ده والله أعلى وأعلم. الشعر عندي برضو ليه دلالة خطيرة جدا لما طلعوا من الفم. كتير جدا من المشاهدين أو اللي بيسألوا على الأحم بيقول أنا بشوف ان انا بطلع شعرايه من فمي وبتفضل تطلع 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 وما انقطعتش. طب لو انقطعت معاك دي بتبقى دلاله ان انا لو طلعت الشعر في الفم بيبقى امر غير طيب وامر غير محبوب ان انا اكله في الطعام، او يعني ده في الواقع. فهنا بلاقيه في الفم في المنام، فده دليل ان في هم شديد جدا عند حضرتك او حضرتك. ممكن الرجال يشوفوا هذه الرؤيه ايضا بيزول، ممكن تكون عند اهل الرقيه بيقولوا ان الشعر المسحوب من الفم واذا كان في عقد الى اخره بيدل على السحر والعياذ بالله. طيب اذا كان الشعر طويله جدا ولا تنقطع، فسبحان الله العظيم قال بعض اهل التفسير ان بيبقى دليل على هذا ان هذا الشخص او هذا الراعي وصال لارحامه، يعني كثير البر ليهم وسبحان الله بيجي على نفسه كتير في بر اهله وبر اخواته وبر المقربين به والمحيطين به، رغم انه هذا البر بيسبب له هم شديد وتعب شديد. ده والله اعلى واعلم بالنسبه للشعر عند المراه. طيب الشعر عند الرجل ايه دلالته عندنا؟ طيب هنكمل مع حضراتكم بعد اتصال ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ام محمد. اهلا بحضرتك. صباح الخير. طيب صباح الفل. بقول لحضرتك الصوت بس يا ام محمد، ربنا يبارك فيكي. الو الصوت. حاضر. كان جوزي حلم ان انا وهو وابني الكبير كنا قاعدين على السرير، وانا وابني كنا ظهرنا ناحيه الباب، فلقى زي تعبان كبير داخل، والتعبان ده كان جاي على ابني، راسه كانت على ابني، فجوزي مسكه من راسه، ولما مسكه فعصه في ايده، فتقريبا جاب دم من ايده، يعني من مسك ايده جاب دم، فواخده بقى ناحيه الباب عشان يرميه بره، فهو قام خابط بديله وخابطني انا، والدم ده طرطش عليا انا. تمام. بس هو طيب اسال حضرتك، ابن حضرتك عمره قد ايه؟ هو في سته ابتدائي. سته ابتدائي. طيب عايزه اعرف حضرتك في مشاكل بينك او بين الراي طبعا زوج حضرتك، صحيح؟ ايه الراي زوج حضرتك؟ مال اللي شايف الرؤيه زوج حضرتك. طيب في عداوه بينه وبين حد؟ لا ما اعتقدش. طيب خير ان شاء الله. هي الرؤيه والله على اعلم اعتقد ان هي ربما تكون يعني تنبيه لحضراتكم ان انتوا تكثروا من التحصين، تحافظوا دايما على قراءة القرآن حتى لا تصابوا بأذى. ان كانت هي رؤية والله اعلم فهي نجاة لكم من مكر عدو، ربما هذا المكر او هذا العدو يكون شيطان يعني يمنعكم عن اداء الصلوات او يمنعكم عن اعمال البر والصلاح، اما انه انسان مؤذي. ولكن في العموم هي الرؤية بشارة ان شاء الله ان هذا الامر او هذا العدو يصرف عنكم ان شاء الله. انا كنت في الفترة دي كان عندي نزيف. كان عندك ايه؟ نزيف. او هو لسه هقول لحضرتك او هو مرض يصرف عنك عنكم. هو ما قاليش الرؤية دي، هو كان شايفها من قبل كده، ما قاليش الا لما حصل النزيف ده. لان دلالة الدم وان هو طرطش عليك انا لسه كنت اقولك ان هي ربما تكون صرف اذى عنك ان شاء الله. ولكن اهتم بصحتك. طيب في واحدة في رؤية برضه ثانية. اتفضلي يا ماما. بس كانت أخته هي اللي شافتها له. طيب ممكن بس حضرتك تعلي صوتك شوية؟ طيب حاضر. أخته كانت شافت له رؤية إن هو بيغير عفش بيته، عفش البيت عندنا كله، وبعدين لقاه طالع بسبت ورد فوق، ووالدته قاعدة في الدور الأرضي. فبتقول له أنت جايب سبت الورد ده لمين؟ قال لها لمراتي. فقالت له كله لمراتك، هات منه وردتين لماما. لون الورد إيه؟ لا هو ما قالتش لون الورد ايه. طيب خير.
طيب خير ان شاء الله. اعتقد والله اعلى واعلم ان زوجك ام محمد كثير البر بيكي، وما شاء الله تبارك الرحمن كثير الحنو والود يعني عليكي، يعني حنون عليكي جدا وبيخاف عليكي قوي، وما شاء الله كل ما ربنا بيكرمه بفتحه خير او رزق اول حد بيديله انتي. ايوه صحيح؟ ايوه صح. هي ده تعبير الرؤيه والله اعلى واعلم. هو بعديها على طول احنا غيرنا فرش البيت بتاعنا كله، وربنا هيكرمه فاتحه خير او رزق ان شاء الله، واول ما يطلع فلوس هيطلع يديكي انت. هو فعلا كده. طيب هو لو مثلا زوجي برضو شاف ان في بنت يعني في سن 3 4 سنين كده بتجري عندنا في الشقه. بتجري على ايه؟ بتجري عندنا في الشقه. ما شاء الله خيرا ان شاء الله. البنت عموما هي دلالة خير ان شاء الله واقبال من الدنيا عليكم باذن الله تعالى. والبنت في السن ده اللي بتقولي عليه ممكن تكون 3 4 سنين او 5 سنين، بتكون في السن الجميل بتاع الطفولة والبراءة، فاعتقد ان هي راحة نفسية لاهل هذا البيت، وبشارة ان شاء الله باقبال امور فيها خير عليكم باذن الله. طب معلش اخر واحدة بقى. اتفضلي. بعد اذنك. هو برضو كان نايم وانا صحيت من النوم فعلا يعني على صوته هو بيأذن بيقول الله اكبر الله اكبر بصوت عالي، بس هو مش فاكر ان هو كان بيحلم، يعني انا اللي صحيت من النوم على صوته. طيب خير ان شاء الله نحسبه ان شاء الله من الصالحين. هو بيأذن اصلا برضه، هو اصلا مؤذن يعني. هو اصلا مؤذن. ما شاء الله نحسبه على خير ان شاء الله، ولا نزكي على الله احد، هو رجل فيه صلاح وفيه خير ما شاء الله تبارك الرحمن، وهو عشان في العاده مؤذن فبينام وفكره مشغول ان هو هيصحى الفجر عشان يروح يأذن في المسجد، فطبيعي جدا انت تسمعيه بيقول او بيأذن وهو نايم وهو ما شافش اصلا حاجه. ايوه شكرا. نورتينا يا ام محمد وشكرا لاتصالك ورؤاكي الجميله، اسال الله عز وجل للجميع رؤى طيبه مبشره ان شاء الله. نرجع مع حضراتكم. طيب الشعر للرجال احيانا بتيجي رؤيه يقول انا شفت شعر طويل، طبعا في الشعر الطويل للرجال سبحان الله هو العياذ بالله هم وكرب شديد، لانه على غير سبحان الله العاده وعلى غير السنه سبحان الله العظيم. الشعر الطويل اللي هو ليس للنساء، ليس للرجال عفوا، لكن عندي الشعر طيب الطويل قد يدل على ان هذا الرجل ربما فيه عنده هم وعنده شدة وعنده كرب، ربما يكون مديون عليه دين، وكلما كان شعر طويل فهذا دليل، هذا دليل على زيادة الدين عند هذا الرجل. طيب في حاجة كمان، ان كان هذا الشعر سبحان الله العظيم شيء في شيب او سبحان الله العظيم، ارجع تاني للشعر الطويل بالنسبه للرجال، انه ربما تنبيه لهذا الراي ان كان رجل ان في خصله من خصاله تشابه النساء في تصرفاته، فعليه ان ينتبه وينظر في اموره. دي حاجه. الحاجة التانية ان ممكن يكون الشعر الابيض، يعني يجي يقول لي انا مثلا شعري اسود في الطبيعي ولكن رأيته انه فيه شيب كتير وضرب فيه الشيب. اولا الشيب هو والله اعلم اذا رأيته في شعر فهو علامة الوقار وعلامة بلوغك سن الحكمة والعقلانية، او انك تصل الى الرزانة او مرحلة الرزانة ان شاء الله. ولكن واشتعل الرأس شيبة تدل في قصص زكريا عليه السلام تدل على الهم الشديد وعلى نقص يعانيه هذا الرجل، ويتمنى ان يعطيه الله عز وجل هذا الامر او ان يتم عليه اموره، وله امنية غالية والله اعلى واعلم. طيب هنا كتير من الناس بتقول طيب انا شفت نفسي حليق الشعر او حليق الرأس. نكمل مع حضراتكم بعد ما نخرج للفاصل، نلزموا الاستغفار حتى نعود. سنعود للإعلان على شاشة الصحة والجمال، يرجى الاتصال على 011-211-0682. بتحلم كتير؟ أحلامك بتشغلك ومش لاقي حد يفسرها لك على طول؟
ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له. دلوقتي حلمك على موبايلك، ابعت حلمك في رسالة على 94-172، هيفسر لك أحلامك مجموعة من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. عدنا. عدنا لكم من جديد، وكنا بنقول بنتكلم في دلالة الشعر إن كان محلوق للرجل، لكن هو دلالة غير طيبة تماما للمرأة. وغالب الدلالة بتكون للمرأة لو كانت شافت شعرها إن هو في حلق أو إنه محلوق، يعني الله مستعان، بيبقى إما إنه والعياذ بالله تصاب في سبحان الله مرض يتعلق بجهازها التناسلي أو الرحم أو منطقة الرحم، لأن سبحان الله كما الشعر يدل على الزينة، فيعني جهاز المرأة أو رحمها يدل على خصوبة المرأة، فهنا إذا رأت نفسها حليقة للشعر فتسارع ان هي تشوف سبحان الله العظيم فحص طبي وتفحص وتطمن على صحتها. طيب معانا اتصال. مين؟ السلام عليكم. اهلا يا ام خليل. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ اتفضلي. الحمد لله. حضرتك، انا حلمت ان انا مطلقة ومعايا بنتي يتيمة وولدي، فانا حلمت ان في راجل غريب خبط على الباب يعني، وابني فتح له، فانا لبست انقاذي واستقبلته، بس انا ما اعرفوش، بس هو عنده علامه صلاه. فدخل عندي اوضه النوم وراح اداني كيس فيه هدوم، انا ما شفتش الهدوم، بس انا شفت حاجه من فوق ان هي كانها هدوم، وفتح درج الكوموديني وطلع اجندتي وقعد يقرا الحاجات اللي انا كاتباها وقعد يقول لي ما شاء الله. وبعدين اداني فلوس، بس انا ما شفتش الفلوس، وقال لي الفلوس دي لبنتك اليتيمه، ربنا يبارك لك فيها. طيب هذا ام خليل. تاني واحد، حلمت لما جعله خير ان انا كنت ماشيه عايزه اصلي، فبدور على مسجد فلقيت دحنه كتير قوي، ولقيت في ميت، يعني في ميت بيصلوا عليه، فقلت ده انا هتوضى واصلي صلاه الجنازه. فدخلت عشان اتوضى لقيت الميضه رجال، يعني رجال وحريم مع بعض، فقلت طب انا همسح على هدومي عشان مش هينفع اقلع. ففعلا اتوضيت ومسحت وطلعت عشان اصلي صلاه الجنازه، لقيت صلاه الجنازه خلصت، فقلت طيب خلاص انا ماليش نصيب، زعلت. فمشيت تاني لقيت في ميتين كتير، بس ايه، بصيت كده في وجوههم يعني ما شاء الله، لقيت واحد رفع ايديه بعلامه الشهاده، فقلت ما شاء الله ربنا يمتنا على الشهاده، بس اتفاجئت ان انا لقيت نفسي واقفه فوقيه، فاتخضيت، فرحت جريت بسرعه رحت طالعه، فزعلت قوي ان انا كنت معديه انا بسرعه، قلت انا ما كنتش واخده بالي والله. وبعدين صحيت. ازاي انت بتقولي انا عندي بنت يتيمه صح؟ ان شاء الله. دي كانت زوجك توفى امتى؟ هو توفى وهي عندها 3 سنوات وهي دلوقتي 16 سنه. ما شاء الله. وحضرتك تزوجتي تاني؟ تزوجت عمها وانجبت منه ولدين وانفصلت. انفصلت. طيب في حد تقدم ليكي مؤخرا يا ام خليل؟ في بس نصيب. في حد تقدم مؤخرا؟ انا امامي في الرؤيه الاولى والله اعلم اشاره ان انت يتقدم لك رجل ان شاء الله، وربما يتم امر الزواج بينك وبينه. في حد متقدم لك مؤخرا؟ هو في تقدم بس ما حصلش نصيب يعني. لا اعتقد والله اعلم شخص تاني، لان دلاله لبسك النقاب وغرفه النوم اللي دخلها وان هو بيعطيكي فلوس، فدي دلاله والله اعلم كلها رموز تدل ان شاء الله على الزواج باذن الله تعالى. او ربما انك انت يعني الله مستعان في شخص في حياتكم هو اللي بيكفل اولادك، او دايم العطاء ليكي ولاولادك، صحيح؟ لا هو يعني باباهم بيصرف عليهم وبنتي ليها معايا. طيب يبقى هو والله على اعلم زواج لحضرتك ان شاء الله، والزوج ربما ان هو يعني يكون شخص حاني عليكي ومهتم بيكي جدا. المنام الثاني والله اعلى واعلم، ربما انك انت تشهدي فعلا اللهم استعان جنازه وتقومي فعلا بالصلاه فيها، ولكن تحدث الامور قدرا ليس بدون ترتيب انت ما تعرفيهمش، والله اعلى واعلم. رؤية تانية يا أم خليل؟ طيب
معانا ام احمد. اهلا يا ام احمد، السلام عليكم. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله كويسه. اتفضلي علي صوتك شويه بس يا ام احمد. عندي رؤيه لاختي ورؤيه ليا. طيب اتفضلي. رؤيه اختي انها كانت راكبه في عربيه، والعربيه دي بتاعت جوزي بس مش العربيه بتاعتنا الحقيقيه، ان هو عربيه سمراء وانا راكبه انا وجوزي قدام، وهي انسه وهي راكبه ورا بس هي انسه في الحقيقه. ده خلصت. طيب هي متاخره في سن الزواج او في الزواج؟ لا هي لسه عندها 19 سنه. في حد من قرايب زوجك عايز يتزوجها؟ لا لا خالص. طيب وحلم ليا انا بقى ان انا في واحده كانت بتكلم جوزي في التليفون، وبعدين فبيقول لي وهي متجمله بقى له قوي، بعدين بيقول لي شفتي هي شفتي بتكلمني ازاي في التليفون ومش عارفه ايه وكده، ويعني زعلان بس مش مدي اهتمام قوي للست دي. طيب هو زعلان يعني ايه؟ هو بيقول لك شوفي من ناحيه ان هو بيقول لك شوفي هي بتكلمني باسلوب عامل ازاي، ولا زعلان يعني ان هي بتكلمه كده؟ بتعاكسه في التليفون يعني. تمام. وبتقول له مثلا هي هتسيب جوزها وتطلق علشانه. تمام. ففوجئت ان انا لابسه جلابيته، هو عنده جلابيات فلاحي كده اللي هي البلدي. فوجئت ان انا لابسه الجلابيه بتاعته، ومعرفش بقى في نفس الرؤيه ولا رؤيه تانية، ان انا صليت العشاء 4 ركعات. تمام. ويعني كملت الصلاه، وجيت قلت ايه ما اصلي السنه كمان 2 ركعات سنه وخلصت. فقمت وانا بسلم، حتى وانا فتحت بسلمت على اليمين والشمال، يوم قلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعني قمت وانا بسلم. ده في الرؤيه الثانيه كل الحاجات دي. ايه دي الرؤيه الثانيه؟ تمام حاضر. وانا ام احمد اللي انا قلت لك على الخاتم بتاع فوزيه، فوزيه ديت يا دكتور هسالك استفسار عليها، يعني هفوز مثلا بولد مثلا، يعني اول حمله هيكون ولد ان شاء الله خيرا، كلها نعمه باذن الله يا ام احمد. ما انا فاهمه، اصل انت قلت لي يبقى ذكر. ان شاء الله الخاتم من الدلالات اللي بتدل على هذا، والله اعلى واعلم. احنا بنجتهد على قدر ما يمكننا، ونسال الله عز وجل ان يرزقك باذن الله الولد الصالح والذريه الصالحه، بنت او ولد، كلها نعمه وخير من عند الرحمن. الحمد لله. نورتينا يا ام احمد. المنام الاول يا ام احمد، والله اعلى واعلم. اعتقد ان الرؤيه على وجهين، اما ان البنت حضرتك بتهتمي بيها جدا وبتنفقي من عليها من مال زوج حضرتك، يعني لما بتحتاج حاجه بتعطيها من المال اللي عندك اللي هو يخص زوجك، يعني بتساعديها بتوديها بالمال، وجودها في السياره هنا حياتكم، ووجودها في المقعد الخلفي فدليل ان هي والله اعلى واعلم سبحان الله العظيم ان حضرتك كثيرة البر بيها، وزوج حضرتك ايضا بيبر هذه الفتاة، اما انها والله اعلى واعلم دليل على الزواج ان شاء الله لهذه الفتاة عن طريق زوج حضرتك، ربما ان هو يتوسط لها في زواج، ان هو يكون حد بيسأل على عروسة وهو اللي يمشي لها في موضوع الزواج، او هو يساهم في تجهيز هذه الفتاة حتى يتم زواجها ان شاء الله، والله اعلى واعلم. اما المنام الثاني فهو كله حديث نفس وليس رؤية، والله اعلى واعلم. معنا اتصال جديد، السلام عليكم. طيب الاتصال، السلام عليكم. شويكار، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكي. زي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. أرجو من حضرتك تفسير بس بعد إذنك حلمين ممكن؟ اتفضلي يا حبيبتي. بس يعني هقفل على طول وتفسرهم لي بعد إذنك. طيب حاضر حاضر. هو دكتورة، هو كان في شخص أنا أعرفه يعني مرتبطة بيه 9 سنين. فالشخص ده يعني دايما إن أنا أشوفه حلمت بيه إن هو قاعد في لجنة امتحان، وقاعد على الديسك وماسك موبايل في إيده، وأول ما بيشوفني بيقوم مخبي الموبايل من إيده ويحطه في جيبه، الموبايل ده هو فاتحه على النت، وهو مش قايل إن هو فاتح موبايل على النت لأن هو ما يعرفش يخش على النت ولا على الحاجات دي، فبيخبيه. فباجي بقول له في اللجنة أنت ليه بتخبي مني الموبايل ده؟ وتقول إن هو مش معاك، أنا شفته وعارفة إن أنت بتخش على النت وبتقعد تتكلم مع الناس، وأقوم من النوم على كده. تمام. لحظة يا شوكار، انت قلتي ان المنام ده متكرر، المنام ده نفسه منام يعني الخطيب يعني وال في لجنة امتحان بس مش متذكرة قوي ايه اللي كان فيها. تمام طيب كملي يا شوكار.
بس انا امتنعت عنه بتاتا، يعني انا مفيش بيني وبينه ارتباط دلوقتي خالص. تمام خالص، مش في ذهني خالص، وبصلي وبقيم الليل ونسيته، حاسه ان انا ربنا يزيدك يا حبيبتي، من ربنا يا رب يزيدك ويثبتك على ما يحبه الله جل وعلا يا رب. يعني والله يا دكتوره 9 سنين ما كنتش متخيله ان هم يروحوا في 9 ثواني. العمر بيجري سبحان الله. صح، حسيت ان هو نسيت من كتر ما كنت بدعي من ربنا ان هو يشيله ويحط ربنا سبحانه وتعالى مكانه، بس ما احبش الا ربنا بس. شوفي انا عايزاكي بس يا شكار تبقي على يقين تماما ان ما كانش ليكي معاه خير، اي حد ما يحصلش بينك وبينه نصيب اعرفي ان انت مالكيش معاه خير. كملي الرؤيه الثانيه يا شكار. والرؤيه الثانيه، والرؤيه الثانيه يا دكتوره، ان انا ان انا ان انا دايما احلم ان انا في المقابر، يعني دايما احلم ان انا في المقابر وطالعه ازور المقابر واشوف مثلا خالتي المتوفيه وخالتي دي المتوفيه وكده. بس بقى ايه يا صاحبتي، دايما تحلمني ان انا وهي رايحين نشتري محل، في محل جزم، وتجيب لي جزمه موف بتلمع كده كلها ترتر، وتقول لي الجزمه دي ليكي. نخرج انا وهي نمشي في شارع طويل كله سوق، الشارع ده مكتوب عليه المحل ده الكعبه، والمحل ده جده، والمحل ده المدينه المنوره، بس احنا في القاهره مش في السعوديه. ودايما تشوفني الاحلام، يعني دايما تشوفني معاها في الاحلام ديت. وشكرا متشكره لحضرتك. عفوا عفوا يا شويكار، ونورتينا جدا يا حبيبتي، شكرا لاتصالك. اولا يا شويكار عايزه اقول لك ان سبحان الله العظيم، طالما ما حصلش نصيب اعلامي ان وكوني على يقين بده تماما ان انت ما كانش ليكي خير مع هذا الانسان، لان ربنا سبحانه وتعالى حين يجمع بين الزوجين سبحان الله لابد ان يكون هذا له خير مع هذا، وهذا له خير مع هذا ان شاء الله. اما يكون سبحان الله الزواج اللي فيه مشاكل وابتلاءات والعياذ بالله، وينتهي بالانفصال والعياذ بالله، فاحمدي ربنا سبحانه وتعالى ان هو نجاكي من هذا الامر. كونك ان انت دايما بتقولي بشوفه وما بتفكريش فيه وبتقولي الكلام ده دلوقتي، الحمد لله رب العالمين ان انت ثابته على طاعات الى اخره، ده غصب عنك شعور لا ارادي بيطلع من العقل الباطني او الباطني سبحان الله العظيم، بيطلع من العقل الباطن شعور لا ارادي انت ما تقدريش تتحكمي فيه حتى لو ما فكرتيش في هذا الانسان. ايه اللي بيحصل؟ ان انت دلوقتي وانت بتكلميه بتقولي لي 9 سنين، حتى لو حدث النفس بتلومك على 9 سنين انت قضيتيهم وضاعوا من عمرك سبحان الله، ما ضاعوش ان شاء الله، انت اكيد اكتسبتي فيهم حاجات كتيره وبتقولي الحمد لله انا اكتسبت كذا وكذا 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 الى اخره. عددي هتلاقي فوائد كتيره والله انت اكتسبتيها في 9 سنين، وما تزعليش عليهم، لا اكتسبتي وكفايه انت خرجتي من 9 سنين اقرب الى الله عز وجل، وما شاء الله ملتزمه على طاعات وقيام ليل الى اخره زي ما سمعتك، اسال الله عز وجل لك الثبات. كونك انت دايما بتشوفيه فده امر لا ارادي بيخرج من العقل الباطن، ما نقدرش نتحكم فيه، هتفضلي تشوفيه فتره طويله من حياتك في المنام. كونك بتشوفيه في لجنه امتحان وبيخبي عنك موبايل في هذا الانسان والله اعلى واعلم، والنت الى اخره، وانت ما بتعرفيش في النت، فانت يعني الحمد لله محافظه الى قدر ما على يعني امراه محافظه او انسانه محافظه، هو منفتح زياده عن اللزوم، فربما انه كان يخفي وبيخبي منك الموبايل اللي هو وسائل اتصاله وعلاقاته بالمحيطين به والاخرين، فاعتقد ان هذا الشخص كان في حياته امور كثيره جدا يعني يستحي ان انت تطلعي عليها، فاحمدي ربنا سبحانه وتعالى ان امرك ما تمش معاه. انك انت بتحلمي بالمقابر وبتشوفي خالتك دي وخالتك دي، المقابر ناخذ منها اولا العبره ان احنا نزيد في العمل الصالح ونشوف خالتنا او قريبتنا المتوفاه رحم الله الجميع احياء واموات سبحان الله العظيم، تبقى حافز ليكي انت تلزمي ليهم الدعاء وتخرجي من الصدقه. اللي بيشوف المقابر كتير، اهل التفسير قالوا والله اعلى واعلم ان هو بيبقى عنده مشاكل يعني في حياته او هموم او شده متعاقبه ابتليها شده وابتلاءات، والعياذ بالله صلى الله عز وجل ان يفرج عن الجميع. واهل الاختصاص في الرقيه قالوا ان هذا الانسان محتاج ان هو يلزم برنامج رقيه، عموما برنامج رقيه كله ايات وكله ادعيه وكله
كله قرب من الله عز وجل بكلام الله جل وعلا. يبقى نلزم برنامج للرقية إن شاء الله ونجعله نهج حياة ونتوكل على الله ونكون على يقين أن أمرنا كله خير. وعدي مع نفسك كده شكر النهاردة، هاتي ورقة وقلم واكتبي في التسع سنين أنت كسبتي إيه. هتبص تلاقي نفسك أنت اتعلمتي حاجات كتير وكسبتي حاجات كتير جدا في أمور حياتك، فاستبشري خير وأمرك إن شاء الله إلى الخير. أما صاحبتك اللي بتشوفي نفسك أو هي قالت لك إنها بتشوف إن هي جابت لك حذاء لونه كذا أو أوصافه كذا، أعتقد إن دي حديث نفسي. أنتوا داخل فترة من الصيف وربما إن أنتوا طالما هي صديقة مقربة ليكي ربما إنك أنتم الاتنين تنزلوا تشتروا بعض الأغراض الخاصة بيكم عشان الصيف ده، والله أعلم. بس بلاش اللي بترتر وبلاش الأحمر والحاجات اللي هي بتلفت النظر إلى النساء. خلينا كده نلبس حاجات يعني تكون ساترة لينا ما تلفتش النظر للناس، والفوشيا والألوان العجيبة دي الله مستعان ربنا يهدينا ويهدي الجميع رب العالمين. الألوان اللي بتعمل عين دي وبتنور في الضلمة وحاجات غريبة كده الله مستعان. طب معانا اتصال وأكمل معاكي رؤياك الأخيرة يا شويكر. سلام عليكم. أهلا يا أستاذ محمود. أستاذ محمود سلام عليكم. طيب انقطع اتصال أستاذ محمود، عاود الاتصال بينا مرة تانية. عندنا هنا بتقول برضو انها ليت نفسها بتشتري من محلات في مكة او محلات مكتوب عليها مكة او المدينة او جدة. هنا عندي على تأويلين، انك انت ان شاء الله تسافري وتشتري من محلات هناك باذن الله تعالى ان تصدق الرؤية وتقع كما هي، ان انت تروحي في حج او عمرة ان شاء الله وتشتري من هناك، او والله اعلم واعلم هي دليل انكم هي بتحسك على الطاعة وانت بتحسيها على الطاعة وبتقول لها تعالي نعمل الطاعة الفلانية، وهي بتقولك طب ايه رأيك النهاردة نصلي الصلاة الفلانية النافلة الفلانية، طب ايه رأيك النهاردة نحافظ على الورد الفلاني من قراءة القرآن، طب ايه تعالي نعمل نحفظ القرآن في دار الى اخره. فانتم ما شاء الله الاتنين وحسبها هي جليس صالح وانت جليس صالح ان شاء الله بتعينوا بعض على الطاعة ده والله اعلى واعلم. طيب معنا اتصال جديد. سلام عليكم. مين؟ اهلا يا وسام. عليكم السلام. اهلا حبيبتي. اهلا وسهلا. انا حلمانه الليله بحلم اني انا مش حافظاه كله كامل، بس اعطيك الملتخص اني انا كنت متوهه بالطريق بدي اروح على بيت، رحت مكان طريق غلط يعني، فبسال لقيت ولد بساله قال لي انت هنا اعطاني اسم المكان يعني مش نفس المكان اللي انا رايحه ليه يعني. فبعدين المهم ما شفت نفسي انا نايمه ولازق بجسمي حيوان يعني، انا ما شفتش جسمي عريان لكن طلعت لقيت الحيوان ما فيش عليه شعر يعني. ما مين هو الحيوان؟ الحيوان نوعه ايه؟ الحيوان شكله غريب، اول مره انا بشوف هيك يعني حيوان صغير وطويل هيك على اللحم ولحمه لازق بلحمي. تمام. فطبعا صحيت مفزوعة من هالمنام وخايفة كتير يعني. خير ان شاء الله. الحيوان لازق يعني بلحمي بلحم جسمي. طيب. وبلاقيه بيطول وبيكبر بيتخن هيك يعني. طيب اولا اسأل حضرتك، حضرتك نزعتيه من عليكي ورميتيه؟ كيف؟ نزعتيه ورميتيه؟ ما فهمت عليكي. يعني شلتيه من عليكي ورميتيه بعيد عنك؟ لا ما يطلع لحمه بلحمي. طيب خير ان شاء الله. جسمه بلحمي ملتزق يعني. طيب اسال حضرتك يا وسام. اسال حضرتك. نعم. كيف حوالك مع الصلاة؟ طبعا انا اولا الاصل مني مسلمة والحمد لله اسلمت وبصلي، بس اوقات انا مثلا معتادة اني اقرا سورة البقرة كل يوم، عم بقطع يعني ما عم بقراها كاملة، بقرا النص وبرجع المسا بقرا النص او ثاني يوم بقرا النص يعني ما. ولما حلمت هالحلم انا كنت قايمة عن الصلاة ونمت يعني مش ما شاء الله. طب اقول لك على حاجة، بس انت حديثة العهد بالاسلام؟
نعم يعني كم سنة مش حديثة كتير يعني. طيب كم سنة إلي؟ أسألك سؤال، في بعض يعني أنا أمامي هنا في بعض الأخلاق أو بعض الأشياء، حسبك على خير ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني أنت بتقولي محافظة على صلواتي ومحافظة على سورة البقرة إلى آخره وقراءة القرآن، أسأل الله عز وجل أن يفيدك. أنا ما بخفى عليك أوقات بقصر لأني أنا مرة بشتغل وبتعب ومش صغيرة بالسن يعني كبيرة. طيب. فبتعب كتير بشغلي وأوقات بقصر يعني أوقات كتير بقصر مش شوية. طيب. أنا هقولك على حاجة طبعا أسأل. يعني مثلا نعم هقولك على حاجة، هذا الشيء اللي انت بتحاولي تنزعيه من على جسدك وهو يعني في لحمك، فهو اعتقد ان هي بعض الاشياء او بعض الامور اللي انت كنت بتقومي بها قبل دخولك الى الاسلام، وانت الحمد لله بتحاولي على قدر ما يمكنك منذ ان دخلت الاسلام ان تجتهدي وتحافظي على امور العبادة وتحافظي على صلواتك الى اخره، فاذا يعني حضرتك في جهاد الان مع حديثة العهد بالإسلام حتى وإن كان من سنوات قليلة، ولكن أنت في جهاد في هذا الدين، أسأل الله عز وجل أن يثبتك إن شاء الله على ما يحب وعلى ما يرضى، دوما اجتهدي ودوما احرصي، وحتى وإن قصرتي أتمي ودوما كوني في ذكر وفي طاعة حتى ينزع هذه الأشياء تماما أو هذا الشيء عنك تماما ان شاء الله. بس يعني معناه ايه ده الحيوان يعني؟ معناه انها يعني بعض الامور التي يعني يعني لا تمت الى الاسلام، ربما انها يعني ما زالت يعني في اشياء لا تمت الى دين الاسلام ما زالت لصيقة بحياتك. طيب انا بس بقول لك شيء، انا يعني امبارح بالليل انا كنت سهرانة عند صديقتي وروونا بالاخبار عن بالسعوديه كانوا عم بيجيبوا بيمسكوا حيوانات من الصحراء بيلموهم وحطوهم بالهيدا، فهيدا الحيوان نفسه اللي انا شفته هو شفته بمنامي، ممكن يكون انه هذا لاني شفته ممكن بالليل ممكن طبعا اكيد ممكن يدخل في هذا، ولكن هنا يعني انا عندي مجاهده، انت بتقولي انا كنت تايها في طريق صحيح، هذه بداية رؤيتك، وشخص دلني على الطريق الخاطئ هذا بتقولي في منامك صحيح، فرأيت نفسك في مشهد أنك نائمة وأن شيئا بشع لصيق أو ماسك في لحمك، فهذا يدل وأنت تحاولي تشيليه عنك، لكن سبحان الله في جهاد ما بينك وبين هذا، أعتقد أن الشيطان يحاول أن يمنعك أو يثبتك على دين الإسلام تمام، يحاول يرغبك في أمور أخرى أو هي أشياء ما زالت عندك لا تمت للإسلام، فاتركيها ويعني أزيدي من الأقبال على الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل لك الثبات إن شاء الله. وما شاء الله جميل إن أنا سمعت صوت حضرتك يا وسام، وأسأل الله عز وجل أن يزيدك قربا من الله جل وعلا وثباتا. نورتينا يا وسام وشكرا لاتصالك معانا. ماهر السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته أستاذ هندي. أهلا وسهلا يا أستاذ ماهر. من امبارح حلمت حلم بالليل بعد الفجر كده، تزال الفجر كده بالظبط. الحلم حلمت ان انا في جماعه جنبينا بيشوا ارنب كده، فحط منهم ارنب رجال اخوه وانا داخل البيت كده ارنب مشوي، فالمهم المرات انا خدت منها حتى واخوه قال لي بيشوف الصوم وحد ياخد منها لكن انا دلوقتي عاوز اشوف الحلم ده ايه معناه. كان طعمه طيب؟ لا كان طيب، هم مشوينا مشوي. اكلت منه يا استاذ ماهر ولا ما اكلت؟ لا ما اكلتش منه، بس المره اكلت منه. شفت زوجتك بتاكل منه؟ خد منه حته وطلعها طعمه زي العسل. طيب خير ان شاء الله، في رجل ياذيك؟ طيب خير ان شاء الله، ينصرك الله عز وجل عليه ان شاء الله ويصرف مكره وكيده عنك، الزم الدعاء ان الله عز وجل يصرف اذاه عنك باذن الله، هذه الرؤيه طيبه ان شاء الله، انك ستغنم ايضا من وراء هذا الرجل، من وراء هذا الرجل غنيمه ما او صرف اذاه عنك، او لو كانت بينكم وبين بعض شراكه ماديه في فلوس هذا الشخص بيرجع لك فلوسك وبينصرك الله عز وجل عنه ان شاء الله، وتاكل منه زوجتك حلالا طيبا باذن الله. ماشي يا فندم، ماشي، شكرا يا فندم. عفوا نورتنا يا استاذ ماهر.
طيب اهلا يا شويكار، رجعت لنا تاني. السلام عليكم. انا بتصل بحضرتك عشان اقول لك ان حضرتك دكتوره شاطره جدا جدا جدا. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. بجد والله انا بتصل عشان اقول لحضرتك كده، وعشان اقول لحضرتك كمان ان انا عندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، ان هو فعلا ان انا سافرت السعوديه، دخلت الكعبه ما شاء الله، من ربنا سبحانه وتعالى ان هو الشخص دوت لو كان خير لي قربوا لي، ولو كان شر كنت دايما اقيم الليل واقول له يا رب امحيني من خيالي. يعني لدرجه ان انا كنت بستغرب ان انا ما بحلمش بيه بتاتا، شهر واثنين وثلاثة وكتير قوي ما احلمش بيه خالص، ولا حتى افكر ان انا اكلمه ولا افكر اي حاجة خالص، رغم الحاحه الشديد ان هو يسأل عليا في كل حتة. انا ابتعدت تماما، بس هو اللي انا يعني اللي انا شفت الرؤية دي هي مجرد ان انا شفته، يعني زي ما حضرتك في الشخصية بالظبط. حتى الرؤية بتاعت الكعبة فعلا انا بجاهد معاها انها تقيم الليل وتصلي، وبقعد اقول لها وافهمها لان هي غير متعلمة، وبقعد اقول لها شاوري على المصحف، بقول لها حضرتك قلتيها بالظبط. انا كده بقول لحضرتك انت دكتور شاطرة جدا، ربنا يعزك يا رب، انت توفيق ربنا، نسال الله عز وجل ان يغفر لنا ولكم يا رب العالمين. اللهم امين، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. امين. انا اقول لحضرتك بس على رؤية صغيرة. اتفضلي يا شويكار. هو الرؤية دي يا دكتورة، يعني انا شفت ان انا في واحد شخص، واحد رجل تخين قوي، انا الراجل ده انا اعرفه، الراجل ده ضابط، حلمت ان هو اسمه ايه يا شويكار؟ ضابط، هو ضابط. اسمه ايه؟ اسمه محمد. فشفت دكتوره ان هو يعني ايه في 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 بيته، ده بيته، ده شفته في بيته ده، ان هو ايه بيزقني على السرير اللي عامل في البيت، ويعني يعني زي يعني اختصاص كده، بس شفته لابس فانيله، حمالات بيضة ومفيش اي حاجه تانيه خالص. تمام. فانا عماله ايه تخين قوي، هو قوي يعني، فعماله ايه ازق فيه، والاوضه اللي جنب الاوضه بتاعته قاعد فيها ناس زي رجاله كده، لابسين حفاكر، لابسين امناء، لابسين حاجات من دي. قال الناس دي هتخش عشان تمسكني، وانا اقول له ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ مين الناس اللي هنا دول؟ ايه الناس ده؟ ايه اللي حضرتك بتعمله ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ وعماله اديله في صدره، وقمت من النوم على كده. الحمد لله لم يتمكن منك ولله الحمد. الحمد لله والشكر. الحمد لله. ده الشيطان والعياذ بالله، ده تلاعب من الشيطان بك وليس رؤية. مع اني بنام على ورد. ما هو هقول لك بنام على ورد. طيب خلاص انا اكمل معاك يا شويكار، بس في رؤية تانية. طيب عشان الصلاه. طيب الرؤية التانية يا دكتورة ان انا يعني ان انا حلمت شخص، انا يعني شخص انا اتقدم لي للخطوبة وكده، ووافقنا عليه مبدئيا، ثلاث بنات اخواته غير متزوجين، ووقفت قدامهم في حتة زي القلعة كده، قاعدين في حتة زي القلعة، انا وخالته وجوز خالته، خالته اسمها نجوى وجوز خالته اسمه محمد، وهم الثلاث بنات دول معايا. قلت لهم يا جماعه انا حاسه ان في حد بيراقبنا وهيخطفنا في المكان اللي احنا قاعدين فيه في القلعه ده. قالوا لي ايه، طب يلا نروح. روحنا كلنا لقينا اكتر من اربع خمس حراميه خدونا تحت بوابه ضلمه، البوابه دي وقفونا زنقونا كده تحتها. فالمهم ايه، ركنونا كلنا على الحيطه، فانا لابسه سلسله هو جايبها لي تقيله جدا، يعني مثلا بتاعت ايه 20,000 جنيه كده. رحت قطع، انا اللي قطعت السلسله دي من صدري، ورحت مخبيها تحت الشوز اللي انا لابساه، دوست عليها كده، انا اللي قطعتها، واخته واقفه جنب مني، وخالته واقفه جنب مني، وجوز خالته واخواته البنتين التانيين، ثلاثه مش متجوزين وانا زيهم. فقلت لاخته الوحيده اللي اسمها صابرين، هي اللي واقفه جنبي، قلت لها قولي ورايا الايات دي، قولي بسرعه، قولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، دي نجت سيدنا يونس من الثلاث ظلمات. قلت لها قولي ورايا، فضلت تقول معايا، خالتي مش سامعاني بقى، هي الوحيده اللي سامعاني صامرين. اتفتحت البوابه اللي مقفوله علينا دي، بوابه حديد كده، وربت لنا واحده بتاعت راعه غنم في ترب، فتحتها لنا وربتها لنا كده، قلت لها يلا هربوا. قال انا بقيت ايه اجري، وصابرين دي تجري معايا، بقينا ايه نجري انا وهي، والست بتاعت راعه الغنم دي مسيبه كده زي غنم في المقابر، وتقول لنا ايه اجروا على طول من هنا واهربوا. قال وانا بجري تقول لي اجري معايا شوكار، اقول لها ايه اجري انت، لو اللي ينجد الثاني ينجد، اجري انت. قال انا ايه، اقول لها إيه انت تخينه وانا رفيعه، اجري انت عشان انت لو انا ممكن استخبى في اي مقبره، لكن انت هداني. قال زي ما يكون مكان فيزب كده ركبها رجاله بيدوروا على البنتين اللي هربوا، اللي هم اتقفشوا، واحنا الاثنين بقى اللي هربنا بيدوروا علينا في المنام. انا بقول لها اجري يا صابرين انت، قال هي تقول لي لا تعالي معايا، اقول لها اجري انا ممكن استخبى في اي حته.
اجري امشي واعمل. لقيت راجل قاعد بيتوضا بميه معكره كده نازله زي بير حوض كده كله ميه، والحوض في اخره حنفيه بتنزل الميه بيتوضا كده منه. بقول له يا عم لو سمحت يا عم ممكن اروح اقرب، قول لي على طريق اقرب منه من هنا. قال انا خلاص كده بقيت لوحدي بقى صابرين مشيت وسابتني. قال انا قام قال لي ايه خش الباب الحديد اللي هناك ده هيطلعك على طول على الشارع الرئيسي. دخلت الباب الحديد ده لقيته معسكر جيش، معسكر جيش من الناس الضباط والعساكر. قال لي انا قلت له والنبي والنبي دخلت هنا هو الناس خطفوها هي، ودخلت واخوات خطيبي مسروقين هناك في حته بعيده سرقونا وعايزين ياخدوا مننا الحاجه بتاعتنا. قال لقيت ايه اوضه حاطين فيها خيول اللي بيركبوها خياله، والاوضه الثانيه كلها كلاب كلاب سودا. قال انا فضلت اجري اجري اجري، والكلب ده ايه خرج كده كلب بليسي كده ايه يلحس كده في الارض، بعد كده راح ايه لحس كده شم كده في البنطلون بتاعي او ودي العبايه كده اللي انا لابساها، وقمت من النوم على كده ان انا بخرج. طيب خرجتي والحمد لله ربنا نجاكي. اه يا دكتور الحمد لله. حاضر يا شويكار، شكرا ميرسي حضرتك على تفسيرك جدا. عفوا وشكرا لاتصالك ونورتينا يا شويكار. هكمل معاكي ونخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم، الزاموا الاستغفار حتى نعود. سنعود للإعلان على شاشة الصحة والجمال. يرجى الاتصال على 011-211-0682. بتحلم كتير؟ أحلامك بتشغلك ومش لاقي حد يفسرها لك على طول؟ ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له؟ دلوقتي حلمك على موبايلك، ابعت حلمك في رسالة على 94-172 هيفسر لك أحلامك مجموعة من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. عدنا عدنا لكم من جديد، وكانت معانا شويكار حبيبتنا اختنا الجميله. شوفي يا شويكار، انت بتقولي انا محافظه على الطاعات ولله الحمد، وازاي ان انا اشوف منام زي ده؟ ما هو طبيعي الشيطان مش هيسيبك في حالك، يعني مش هيروح لحد اصلا خلاص وقع في طريق الضلال وبياتي المعاصي والذنوب كل يوم عشان يحس ان هو او يفزعه هو خلاص يعني في هذا الامر. نسال الله العفو والعافيه ويهدينا جميعا رب العالمين. لكن ياتي للانسان اللي هو بيجاهد في العبادة وحريص إلى آخره، ليه؟ عشان يشغله، يقوم من النوم الصبح، طب ده أنا شفت المنام المفزع ده، يا ترى إيه تفسيره؟ أبتدي أدور بقى على التفسير، بقى كده ضاعت مني صلاة الضحى. أبتدي أقول لا أنا ما لقيتش النهاردة المفسرة، ما عرفتش أوصل لها، طب أفكر طب يا ترى المفسر ده قال معنى ده إيه؟ وأجيب ورقة وقلم كده وأجيب الكتاب المنسوب لابن سيرين وأقعد أقلب وأجيب ورقة وقلم وأكتب الحلم وأفصل وأعمل، يبقى كده اليوم كله ضاع. الذكر اللي انت ملتزمه لله جل وعلا ضاع النهارده في اليوم كله، يبقى احنا اليوم ضاع مننا، وده اللي بيثنينا عنه الشيطان الرجيم ان هو سبحان الله العظيم بيثنينا عن هذه الاعمال. لذا المنام هنا اول المنام الاول سبحان الله تلاعب شيطان يا شويكار، فزي ما قلت لك ده لان الشيطان حريص ان هو يوقع بيكي الخوف والفزع. المنام الثاني اعتقد انه ملوش يعني اي علاقه بخطوبتك ولا اي حاجه، واعتقد برضو ان هو حديث نفسي دخل فيه تلاعب الشيطان، لكن في امر سبحان الله يعني عايزه اقوله لك. انت ان شاء الله لما تتم زيجتك تعاملي باسلوبك الطيب اللي بتتعاملي بيه مع صاحبتك، تعاملي بيه مع اهل زوجك ان شاء الله. اسال الله عز وجل لك التوفيق. معانا اتصال، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا استاذه عايده، اتفضلي. لو سمحت كنت حلمت من شهر ونص كده تقريبا بسيدنا زكريا عليه السلام.
جايب كتاب كبير كده وياه وانا واقفه وياه في حته يعني خلاء ما فيش فيها حد خالص. وعماله اقول له ادعي لي اللي انا خلف. قال لي ربي لا تذلني فرضا. انت ورجع ثاني قال لي ربي هب لي ولدا صالحا. خلاص ادعي لي يقول لي يا ربي هب لي ولدا صالحا، يعني قال لي الجمله دي 3 مرات ورا بعض. طيب خيرا يا عايده، ما شاء الله انت رزقتي اولا ان انت رؤيه جميله طيبه ما شاء الله. فلسه كنت اقول لك وانت عندك مشاكل في الانجاب او بتتمني الولد، فانت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيرزقك ولدا ان شاء الله، فابشري. والدعاء اللي ربنا رزقك بيه في المنام عليكي بيه دايما، وعليكي بالدعاء دعاء سيدنا زكريا، واسال الله عز وجل لك الذريه الصالحه. ابشري ابشري يا عايده، هذا والله على وعلى. لو سمحتي في رؤيه ثانيه كمان. اتفضلي. بحلم كتير ان انا بعمل حمام وفي الحمام ميه دم. وانا بعمل حمام بول بيبقى فيه دم على طول. عندك مشاكل في منطقه الرحم؟ بيجي لي ساعات وجع كده. طب انت عملتي فحص طبي؟ نعم. عملتي فحص طبي؟ لا انا كنت عملت من فتره والدكاتره قالوا لي ما عندكيش اي حاجه، المشاكل كلها عندي. عندك صديد على الكلى، عندك مشاكل في الاملاح زياده. املاح في الميه زياده صديد. طيب اعتقد الله على عالم دي تنبيه ان انت تحاولي تتابعي مع طبيب، لان ممكن يكون في حصوات او استعداد لتكوين حصوات، فاحنا نلحق نفسنا ان احنا نشوف. هو في حصوات يا استاذه اسماء؟ في اه. طيب ما هو ده اللي احنا بنقول عليه ان احنا نتابع بقى مع طبيب عشان المواضيع دي تخف ان شاء الله. ماشي شكرا. عفوا يا حبيبتي، نورتينا يا عايده، شكرا لاتصالك. ما شاء الله يعني عندنا برضو اس ام اس جميله جدا النهارده. انا انسه ومدرسه، حلمت ان انا طالبه وفي امتحان في الاول ما كنتش عارفه احل. قلنا قبل كده ان الامتحان لاهل الالتزام هو تثبيت، وكمان حس من الله عز وجل لاهل الالتزام على الزياده في العلم خصوصا العلم الشرعي، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهنا بتبقى حاسة الاهل الالتزام على هذا. طيب اهل اللي هم متوسطي الالتزام بتبقى والله اعلى واعلم، ربما انها تنبيه ليهم ان في تقصير في امور الدين ده اولا، ثانيا ان هم متعرضين لمشاكل كتيره وامتحانات وابتلاءات. طب هنا بتقول لي انا انسه ومدرسه، يعني ايه مدرسه؟ رجعت طالبه، اعتقد انها والله اعلى واعلم اما مشاكل في عملك، اما ان هو السعي او حس لك ان انت تكملي دراسات عليا او دبلومه معينه تاخديها فتكون سبب في علو، يعني معرفش تقريبا المعلمين بياخدوا كادر او حاجه زي كده تقريبا والله اعلم، فممكن تكون حس ليكي انت تقبلي على العلم اكتر، او ان كنت في تقصير فانظري في امور دينك هذا والله اعلى واعلم. معنا اتصال جديد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا رشا. ازيك يا دكتورة عمليه؟ الحمد لله. ازيك يا رشا؟ بقالي وانا عايزه اتصل بحضرتك ومش عارفه اوصل لك. نورتينا يا حبيبتي، نورتينا. خليك يا ريت توطي بس صوت التليفون يا التلفزيون يا رشا. اتفضل. رشا؟ ايوه يا دكتور معاك. اتفضل. والله كان عندي كذا حلم كده، بس انا هختصر واقول لكم حلمين ثلاثه. طيب اتفضل. انا والله من كام يوم كده حلمت ان انا طايره طايره كده في السماء، وان انا عايزه انزل فمش عارفه انزل، فلقيت بنت سيلفي كده واقفه عماله تعيط عشاني وانا طايره، بس عماله احس انطق الشهاده كده مكسر. مش عارفه يعني ايه الحلم ده، فبس لفيت عالم كتير كده وانا طايره كده. طيب انا عايزه اسال بقى بالنسبه للعلو، انت بتقولي انا كنت طايره، هل اعقب الطيران دوت سقوط؟ نعم. يعني اعقب الطيران ده ان انت وقعتي على الارض؟ لا لا لا، ما وقفتش خالص، ده انا كنت عماله اتقل نفسي علشان انزل في الارض ما عرفتش. وطيب انت اعلى في المكانه الاجتماعيه او الماديه من سلفتك؟ نعم. انت احسن حال من سلفتك الحمد لله ماديا؟ الحمد لله. افضل يعني. طيب انت وقت المنام ده كان عندك مشكله يا رشا؟ انا والله كنت لسه كنت قاعده في بيت بره فوق مصر، عن كده نقلت بيت العيله، فانا مش مرتاحه يعني. طيب خيرا ان شاء الله. حاضر يا رشا، اتفضل المنام التاني.
طيب انقطع الاتصال. رشا كان معاها رؤية تانية، يا ريت تتصل بينا تاني يا رشا. المنام الاول يا رشا، والله اعلى واعلم. قلنا قبل كده ان السقوط له دلالات كثيرة، لكن هنا يعني عشان يعني لا نعدد عشان الوقت، عشان عندنا رسائل وعندنا معلومات. رؤية رشا والله اعلى واعلم تدل ان هذه المرأة في علو في حالها، وهي افضل من المقربين منها، وسبحان الله هذا العلو او هذه المكانة الطيبة وهذا التيسر في المادة وأحوالها ممكن يجلب عليها بعض الحسد إلى آخره من المحاطين به. دي دلالة. الدلالة الثانية أو الوجهة الثانية من التعبير أنه علو في مكانتك يا رشا ما بينك وبين الله عز وجل. الطيران على عمومه هو تغير في الأمور من الأقل إلى الأعلى إن شاء الله. ربما حس إن شاء الله على الإقبال على علوم الدين أو على حفظ القرآن، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فربما تكون حس لك أن تقبلي على حفظ كتاب الله وتعلم العلم الشرعي هذا، والله أعلى وأعلم. معنا اتصال جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا ابتهال، إزيك وحشتيني. أنا عندي حلمان لأختي عاوزة أقولهم. أنا انتظرت اتصال ماما ما اتصلتش. قولي يا حبيبتي حلمين. الأختي كانت ماشية ومعها واحدة صاحبتها اسمها أمان ومعها واحدة صاحبتها اسمها أمان وشوية عيال كده من أصحابها، قامت صاحبتها اللي اسمها أمان قعدت ودتهم في بيت كده وسابتهم ومشت. قامت جت ست كده قالت لهم أنا هعمل لكم سحر، وخلت رجلهم تلزق في الأرض. قامت جت الطير من السحر التاني، قامت أخت أمل قالت بسم الله القوي الله أكبر الله أكبر بسم الله القوي، فشل السحر بتاعها اتفشل. جت تعمل سحر تاني اتفشل برضه. دامت قالت آخر سحر هعمله، قامت أمل أخت قالت بسم الله القوي الله أكبر، قامت اتفشل، قامت اتبخرت كده اهو. وصاحبتها اللي اسمها أمل كانت مستخبية وراها، يعني هي كانت في وش الست اللي بتعمل. اختك عمرها قد ايه يا ابتهال؟ تالتة ثانوي. ابتهال؟ نعم. اختك عمرها قد ايه؟ تالتة ثانوي. طيب بتصلي محافظة على الصلاة؟ طيب الحمد لله. طيب في رؤية تانية يا ابتهال؟ ايوه. قول. اللي استاذها كان بيقول للعيال واحدة هتجيب منك دكتورة، يعني وقف عند امل كده وقال لها انت هتجيبي دكتوره. قامت واحده قالت اه هو انا اللي هجيب دكتوره؟ قال لها لا امل هي اللي هتجيب دكتور. خير ان شاء الله. هي اختك في الثانويه عامه؟ ايه. سنه ثالثه؟ ايه. ربنا معاها يا رب يوفقها يا رب العالمين. طيب حاضر يا ابتهال ونورتيني وشكرا لاتصالك، وكل يوم انا عايزه اسمع صوتك. تمام سلمي حتى عليا. طيب معانا اتصال تاني وهكمل معاكي يا ابتهال. معانا الحاجه ام محمد. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. عودي الاتصال بينا مره تانية يا حاجه ام محمد. ابتهال بنتنا الاموره الجميله بتقول في حلمين لاختها، اعتقد والله اعلى واعلم ان الاول ربما انه تلاعب شيطان وليس رؤيا يا ابتهال، ربما ان الشيطان بيكيد لاختك ويعني سبحان الله بيعرضها عن بعض امور الطاعات والصلاه الى اخره، فبيريها هذه الامور المفزعه. دوما قولي لاختك ان هي دايما تبقى حريصه على صلوات. انا سالتك قلت لي محافظه، يبقى تحافظ على الاذكار الصباح والمساء وتحافظ على اداب النوم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا المنام الثاني اعتقد والله اعلى واعلم انها ربما بشاره للبنت ان شاء الله، انها ان شاء الله تحصل على درجات طيبه باذن الله. لكن يا امل، هنا كلامي الامل مش الابتهال، يا امل مش عايزين نركن لرؤية، على قدر اجتهادك يا بنتي هتاخدي، واسال الله عز وجل لك التوفيق. دوما كوني في اقبال على الله عز وجل بالدعاء، عسى الله عز وجل يرزقك ما تتمنى تمنيات لك بالتوفيق يا حبيبتي انت وكل اللي في الثانويه العامه يا رب. معانا اتصال جديد. السلام عليكم. اهلا يا نور الهدى. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. معلش انا عندي ثلاث احلام بس هم صغيرين جدا. اتفضلي. اول حلم حلمت ان انا واقفه عند محطه قطر، وانا واقفه في واحد بتاع عصير فبيقولوا لا ما تاخدوش من عنده لان العصير بتاعه بيوجع البطن. فان انا قلت لهم ايه ده، طب ما انا اكلت فراوله. راح ببص لقيت ان في ناس بتقع يعني
وانا ببص لقيت ان اخويا جه، وانا قعدت اعيط، قلت ان اكلت من الفراوله وشكل بطني هتوجعني. راح اخويا اسمه ياسر راح جاي وراح ماسكني حاضني جامد. الحلم ده صحيت منه على كده. طيب خير ان شاء الله. الحلم اخر مره اكلت الفراوله امتى يا نور الهدى؟ لا ده من فتره، مش دلوقتي خالص. مش دلوقتي خالص. لا. طيب اسالك سؤال، في بتاع عصير انت بتجيبي من عنده عصير؟ لا. طيب خير، كملي المنام التاني. الحلم التاني حلمت ان انا داخله من عند باب الشارع بتاعنا، فمن بره كان في ناس راميه زباله بره في الشارع وفي قشر بطيخ، فبقول ايه ده هما رامينه هنا، فدخلت لقيت ان انا عندي بطيخ وبقطعه، وان البطيخه جميله جدا وطعمها جميل جدا ما شاء الله، وان انا باكل منها، وصحيت من الحلم ده برضو على كده. تمام. الحلم الثالث ده لسه انا حلمه بيه، حلمت ان انا وزوجي واختي رحنا، فزوجي قال لي تعالي هوريكي محل ذهب، فببص على محلات الذهب، فقال لي بصي لقيته نقيل حلق، كانه قلت ايه ده ذهب ابيض وكله مليان اللي هو الحلق اللي ماسك في الودان ومليان فصوص، فقلت ايه ده البريمه بتاعته اللي هي البلاستيك كويس دي مش هتوجع الودن. وصحيت من الحلم ده برضو على كده. عندك اولاد؟ لا انا حامل، انا على وشك الولاده اصلا. حامل يعني ده اول حمل ليك ان شاء الله؟ طيب حامل في الكام؟ انا هو في الثامن. الثامن؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. مولود واحد ولا توأم؟ لا واحد. خير ان شاء الله. ولد؟ ما شاء الله، ان شاء الله ترزقي اخا له باذن الله تعالى. هي رؤيه والله اعلم. المنام الاول، في رؤيه تانية يا نور الهدى؟ لا اسمع حضرتك متفق. طيب يا حبيبتي شكرا لاتصالك، نورتينا. نور الهدى المنام الاول اعتقد والله اعلم انه كان لديك تعثر في الرزق في امر من امورك، وربما محاولات لدخول مشروع او دخول امر ما، ولكن انت اجلتي هذه المحاولات او هذه الامور لفتره لانشغالك الشديد حاليا بامر الحمل الى اخره، او امورك الحقيقه انت ما عندكيش وقت ان انت توزني ما بين امر جديد كان يعني متعسر، ولكن دلوقتي بعد ما اصبح عندك اعباء الحمل الامر دوت تيسر واصبح في متناول يدك ان انت تعمليه، لكن سبحان الله عندك الحمل واعباء البيت تمنعك ان انت سبحان الله ترجئي مزاولة هذا الامر او ترجئي الدخول في هذا الامر لفترة حتى ان شاء الله تلدي باذن الله. المنام الثاني الخاص بالبطيخ ده والله اعلى واعلم حديث نفس. المنام الاخير والله اعلى واعلم انك ترزقي ولدين ان شاء الله، هو هذا الجنين باذن الله تعالى وجنين اخر باذن الله. اسال الله عز وجل ان يجعل ذرية مباركة صالحة نافعة، وان يتم حملك على الخير باذن الله. بإذن الله. معنا اتصال جديد. السلام عليكم. اهلا يا رشا. السلام عليكم يا رشا. رشا السلام عليكم. طيب عندنا نكمل مع حضراتكم الاس ام اس. حلمت ان الجهة الامامية من شعري كان شعري مقطع، ووجدت شابة اخت شخص شاب بقى اخت شخص خطبني وحطت ايدها على شعري فاصبح جميل. اعتقد والله على اعلم ان الرؤيه دي قلناها قبل كده وقلنا تفسيرها، لكن نعيده مره تانية لعل صاحبه الرؤيه ما كانتش موجوده وقتها عشان كده اعادت ارسالها مره اخرى. ربما والله اعلى واعلم انه ربما قلنا الشعر للعزباء هو دليل خير ودليل الزواج، فاعتقد ان كان عندك تعثر في امر الزواج، فهنا ان شاء الله باذن الله تعالى هذه الشابه هي ربما الدنيا باذن الله تنصلح فيها امورك، ويقر الله عينيك بزوجا صالحا تكون امورك معه جميله جدا زي ما انت شفتي شعرك جميل جدا في المنام. حلمت ان ركبت سياره طليقي لكن عارية بس متغطية تمام كل جسمي بملاية، برضو نفس المنام متعاد مرة أخرى قلناه برضو يوم تقريبا الخميس اللي فات. قلنا أنه والله أعلى وأعلم إما أنها بشارة بالرجعة إلى هذا الطليق تعودي تاني في عصمة هذا الرجل ويكون هو سترك بإذن الله تعالى، أي تعودي تاني في كنف هذا الرجل بإذن الله. حلمت أني أقطع كبد وبجواري أخي عيد. سبحان الله العظيم
اعتقد والله اعلى واعلم. دلالة الاخ هنا ان هو اخوك الموجود معاك وانت بتقطع الكبد، الكبد هنا يعبر عن المال لانك حضرتك بتقطعه اي بتقسمه، فاعتقد ان هو مال يأتيك في حقوق هتوزع، حضرتك اللي هتقوم بتوزيع هذه الحقوق لان في اخ ليك، فاعتقد ان انت واخوك تتشاركوا في تقسيم هذا المال الذي يأتيكم او يقول اليكم، والله اعلى واعلم. واما انها نأخذ من دلالة اسم اخيك عيد انه ربما رزق الحمد لله حلالا طيبا يأتيك إن شاء الله، ويكون بالنسبة لك بمثابة عيد عليك وعلى بيتك وعلى أسرتك إن شاء الله. هذا والله أعلم. معنا اتصال جديد، السلام عليكم. أهلا يا أستاذ عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عمر من سقارة. أهلا وسهلا، تفضل. دلوقتي أنا طلعت ثلاث أيام في سبيل الله. نعم. وبعد يعني ايه لما جيت كنت ملتزم على صلاة الفجر، وبعد كده يعني ايه جالي حاجة زي المنام كده، حاجة ابيض في ابيض وعشب كده صغير، يعني بيصحيني ان انا اقوم اصلي الفجر. وبعد كده قعدت حوالي زي 3 ايام او 4 ايام كده ما صليش الفجر تاني، لما أصابك وبعد كده صحيت الصبح قلت للناس ان انا حصل لي كذا كذا في المنام، يعني ان انا شفت كذا كذا. وبعد كده بقى لما حكيت في ناس قالت لي ما تقولش. ما ينفعش ان انت تحكي الحاجات الجميله دي يا استاذ عمر، خصوصا قدام الناس اللي انت بتعرفهم. وبعد كده ايه يعني انا ممكن اشوف مثلا واحد افتكره اشوفه تاني يوم او يعبني في نفس اليوم، وبعد كده ان انا مثلا افتكر حاجه او اشوفها. ولما حكيت ما حصلش الموضوع ده تاني. طيب خيرا ان شاء الله. حاضر يا استاذ عمر. يعني هو كل حد ربنا بيرزقه امر طيب ما شاء الله تبارك الرحمن، فيعني لا يحدث بهذا لانها بتكون نعم من الله عز وجل وفتح لهذا الانسان، لا يحدث بها الا من يحب له الخير سبحان الله العظيم. زي اختي كانت بتحكي لي بتقول ان انا كنت بشوف النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا، يعني تعدت المرات، بتقول 100 مره كنت بشوفه طوال حياتي، لكن سبحان الله حكيت مره امام بعض الناس وانقطعت رؤى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فسبحان الله العظيم، هذه نعم وهذه من الامور الطيبه الجميله. ونعم اللي قدامك يقول اشمعنى انت ترزق هذا الشيء وانا ما يجليش، فهذا نوع من سبحان الله العظيم الحسد يقع عليك. فسبحان الله يعني الله مستعان، ربما انك حسدت في هذا الامر. كمان العباده والخشوع في امور العباده بيحسد المرء عنه. يعني سمعت احد العلماء مره، احد مشايخنا بيقول لو انت بتخشع في كتاب الله وبتبكي اثناء الصلاه بلاش تظهر ده امام المحيطين بيك في الصلوات او غيره، حتى سبحان الله يعني اجعل هذا في خلوتك حتى لا تحسد على نعمه الخشوع لآيات الله جل وعلا. فهذا يعني سبحان الله العظيم، اعتقد يا استاذ عمر انك حسدت على هذا، ولكن ما اقولش بقى ان هو حسد، لا، هناك تقصير، وهناك تقصير منك في امور العباده في صلاه الفجر، فانظر في امورك واقبل على الله عز وجل واتم هذا الامر، واسال الله عز وجل ان يزيدك ويثبتك على ما يحب الله جل وعلا ويرضى. معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ام عبد، اتفضلي. الله يخليك، ازي حضرتك؟ الحمد لله. بعد اذنك عندي 3 احلام والنبي ما يتقفل عليا. اتفضلي. مش هيتقفل عليكي، بس قولي لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. حلمت في اول حلم، انا في حاجات مش فاكرها قوي، يعني كان جوزي جه معايا انا وجوزي تقريبا، وفجاه لقيت جوزي كده قاعد في الارض زي ما كل حاجه وقعت عليه. دي مش فاكرها قوي. وبعدين فجاه حلمت ان قالوا لي ده اخوكي مات. اخويا ده اصلا ميت الحقيقه، ان هو ميت. قال انا في 5 6 سلالم كده تريحت على سلنتين 3 ورحت معيطه، بكيت على اخويا، حزنت يعني لما عرفت ان اخويا مات فبكيت. فببكي كده ففي طفله صغيره جنبي لقيتها قلعت الطاقيه اللي انا بلبسها دايما على راسي يعني عاده، قلعتها لي وبتمس على شعر. قال انا زهقت من حزني كده مش طايقه يعني حد حط ايده عليا. وبعدين وانا بعيط وطالعه السلم مش قادره اكمل الطلوع، فبقول حد يساعدني طيب يطلعني،
حد يطلعها، راحت مد راحت اخت اللي هي متوفيه برضو راحت مد ايديها على رئيس كده فوق السلالم بقى كده سطح كده حاجه زي كده، هي واقفه بقى على اخر السلالم كده فبتمد ايديها وبتشدني ومسكت ايديا وبتشدني وبيطلعني، انا ما كنتش قادره اطلع، ما قدرتش اطلع معاها، قمت من النوم بقى لان هي ماسكه ايده وبتطلعني بس انا ما طلعتش. بس انت ما طلعتيش تمام. حاضر يا ام عبده. طيب الحلم الثاني حضرتك، حلمت ان انا في مكان كده في ستات كتير كلنا لابسين ايه عبايات سودا، وما اعرفش مستشفى، مكان مثلا زي في حاجه بيختم فيها اوراق حاجه زي كده. فالمهم لقيت واحده جنبي بتقول ايه انا عندي الممرضه دي هي اللي هتخلص لي الامضاءات بتاعه الورقه والحاجات دي وداني في النصي. وده ده ينفع؟ قالت لي اه هي بتمشي ومره. رحت انا عامله زيها وناديت زعلانه مع حد يا ام عبده؟ زعلانه مع حد؟ لا يعني في حد وقع على خاطر انا زعلانه من الدنيا معلش يعني. لا والله الدنيا جميله، شوفيها بس بتوكل ويقين وهي جميله ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله يا رب، يا ربنا يجعل ايامنا كلها جميله يا رب. لا في حواليا قرايبي في مشاكل زعلان عليهم قوي يعني بالظبط كده يعني هو في. طب في حد انت مقطعاه ومخصمه؟ لا يعني مثلا عايز لا لا يعني افتكري بس شويه ممكن نتكلم كل فتره افتكري بس شويه. لا والله يمكن عندي مرات بابا ما بنتكلمش بعض لان هي اللي عايزه كده. طيب خلاص يعني هي اللي مقطعه تمام بس. تمام فبعدين رحت منادى عليها الممرضه دي قلت لها والنبي ايه تاخد الورقه دي تخلصها خالص، انت هتخلصي بقى الامضاءات حاجه زي كده وايه وانت اللي تامري بيه وكده. تمام. فبعدين خدت الورقه حقيقي ومشيت على سبيل التخلص خالص. تمام. شويه ولقيت واحده ايه زي ما كنت بتطلب حاجه مساعده فلوس يعني عشان حد عيان او حاجه. انا بطلع فلوس لقيت يجي معايا يجي 3 جنيه ونص كده كلهم معظمهم ربع جنيه نص جنيه. فانا قلت ايه بقى فعماله ادور على فلوس تاني افتكرت ان معايا جنيه ونص تاني في الشنطه. تمام. قلت اطلع جنيه ونص احطهم عليهم يبقى 5 جنيه اديهم لها. فجيت بقى وجيت ادوم لها لقيت واحده لقيتها مش هي دي واحده ثانيه مكانها يعني وكده. بس والستات بقى ايه عاملين كلنا بقى ايه عاملين ايه يقول تقول ايه دي العبيه دي سمراء ده فيها شراشيب يعني حاجات كده مش عارفه بقى اكمله ولا لا. المهم انا قمت من الحلم على ان ايه ما الورقه ما الممرضه ما جابتليش الورقه. تمام. وما عملتهاش ما شفتهاش تاني. تمام. الحلم الثالث اسال بس يعني. حضرتك يا حاجه ام عبده حضرتك متابعه مع طبيب او بتروح المستشفى في متابعه طبيه؟ هو المفروض ان انا اتابع لان انا عندي السكر وتعبني قوي وعاني جدا بس انا ما بروحش ما بتابعش يعني بتابع كل فتره. تمام. كل كام شهر لكن انا طبعا مع طبيب بس بروح له كل كام شهر. طيب زوج حضرتك اخباره ايه؟ في الصحه ولا في ايه؟ في الصحه. يعني صحته كويسه ولا صحته بيعاني من اي مشكله؟ عنده الضغط برضه. ركبته تعبانه قوي. ايه؟ ركبته رجله خشونه في الرجل. طيب في اي مشاكل هو يعني شغله في اي مشاكل ولا هو على المعاش؟ لا هو في الشغل. طبعا مقصرين معاهم شويه في الماده وكده وضاغطين عليهم في الشغل جامد. ضاغطين عليهم في الشغل جامد. طيب حاضر. يعني بيرجع بالليل وكده فتعب يعني. طيب حاضر. اقول لحضرتك الحلم الثاني. اتفضلي. الحلم الثاني لقيت بنت اختي في الشقه. الشقه دي المفروض بتاعتي يعني بس لسه ما سكنتش فيها ورث من حمايا. فجاه لقيتها في الحمام بتمسحه تقريبا منطقيه كده بتقعد بالفرشه والميه صافيه يعني المفروض مثلا مش متسخه ولا حاجه، ميه بصابون وصافيه كده رايقه ونظيفه والحمام طالع لفوق شويه عن الطرقه يعني عالي كده، بيقول ايه ده الحمام ماله عالي كده؟ المفروض يبقى في صيغه الشقه في صيغه الطرقه وبس. بقول ايه ده ايه اللي جاب بنت اختي اللي اسمها رحاب؟ ايه اللي جاب رحاب تمسح هنا وكده يعني؟ بس ده الحلم الثالث. طيب حاضر يا ام عبده. انا في شويه تنبيهات عايزه اقول لحضرتك عليها بالنسبه اقفلي حضرتك وانا هرد على حضرتك حالا. اولا الرؤية الخاصة بزوج حضرتك ان حاجة وقعت عليه، انا سألتك هو بيعاني مشكلة لان اول ما بيقع الحاجة على الواحد بتقع على دماغه
فهنا دي تنبيه. هو حضرتك لما قلتي لي كمان ان هو عنده الضغط وفي ضغوط عليه في شغله حاليا، فحضرتك دي تنبيه شديد ان زوج حضرتك يحافظ على أدوية الضغط ويريح نفسه جدا ذهنيا وياخد راحة شوية عشان ما يتأثرش، يعني ما يحصلش مضاعفات للأمور، ما ياخدش أي حاجة على أعصابه أو يكون يعني عايزة أقول ياخدها بشكل قوي جدا على اعصابه او على نفسه عشان ما تاثرش عليه صحيا. وحضرتك عارفه طبعا ان الضغط من الاشياء المؤثره جدا على والعياذ بالله المخ، فعايزين ننتبه جدا صحيا. انا مش هوتر حضرتك طبعا، لكن حضرتك زوج حضرتك لابد ان هو يكون في راحه نفسيه وراحه من العمل شويه، دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للمنام الاول، المنام الخاص بان اخت حضرتك في سلالم بينك وبينها وهي مدت ايديها عشان تطلعك، فاعتقد ان دي بشاره بطول العمر، لكن ان شاء الله برضو امي الكريمه الله يبارك لك تابع صحتك وبلاش الاهمال وبلاش التقصير. شوفي حتى لو اقرب دكتور عندك يا ريت تتابع صحتك عشان موضوع السكر ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب العالمين امين. اما موضوع الستات الكتير والعبايات وانت في المستشفى، اعتقد والله على واعلم انك امراه مسارعه في الخيرات وانك انت ربما حد يعرض عليك ان شخص محتاج امر تعينيه فيه، او انسانه محتاجه مساعدات من حضرتك، او محتاجه حد يساعدها في امر يتم لها على الخير زي زواج يتم ان شاء الله، حد عايز يجهز، فاعتقد ان حضرتك هتسارعي ان شاء الله حتى لو بالقليل اللي عندك، لكن هتساهمي والله اعلى واعلم. المنام الاخير. طب معانا اتصال. سلام عليكم. سلام. الله وبركاته. اهلا يا ام محمد. اهلا بيك يا استاذه اسماء. اتفضلي. لو سمحت انا كنت عندي حلم ليا وحلم لجوزي. اتفضلي. حلمي انا حلمت ان انا كنت ماشيه في مكان ودخلت في مكان كده زي اللي هم بتوع السيده زينب والحاجات دي. دخلت زي ما كنت دخلت عند السيده ديت القفص بتاع اللي هو المذهب ده وقعدت معاها، بس هي ما ورتنيش هي وشها مين. فزي ما كنت بقول لها الله، هي وشها بشع نور ولف ابيض فابيض، فبقول لها الله انت جميله قوي، انا نفسي ابقى حلوه زيك كده وبيضه. راحت قالت لي طب، ادتني علبه بودره، قالت لي طب خدي حطي من دي وانت تبقي زيي. تمام. فانا فتحت العلبه دي لقيتها حلاوه، بقول لها ده حلاوه طحنيه، حط حلاوه طحنيه على وشي، قالت لي لسه حطي منها وانت هتبقي زيي. فالمهم ايه، طلعت منها من عند الباب دوت، في باب حديد تاني صغير كده في نفس المكان اللي انا دخلت فيه ده، فطلعت منه لقيت واحد لابس ابيض فابيض ومديني بس ظهره، المهم خدني تحت باطه كده ومشيت في مكان زي خان الخليل او حتت حاجه زي كده. بس هي الست ديت انا جنب مستشفى جنب مستشفى الجلديه. هي ادتني العلامه دي ان هي انا عارفه ان هي بجنب مستشفى الجلديه. اعتقد اللي هو الحوض المرصود صح؟ مش عارفه انا معرفش. يبقى هو هو السيده زينب. السيده زينب. المهم ان انا مشيت زي ميدان خان الخليل ومكان واسع قوي كده وفي خضره وحاجات، الناس بتبيع خضره يعني وحاجات، فانا طلعت في مكان زي عالي كده ولقيت الناس بتلف حواليا وبتسيب فلوس. بس ده الحلم بتاعي انا. اسالك بقى سؤال يا ام محمد، اسالك سؤال، انت كثيره العصبيه على زوجك؟ لا والله بالعكس، انا بحب جوزي جدا. في حاجه بتضايقه منك ودايما ينبه عليها؟ لا بالعكس، يعني احنا في بيننا وبين بعض تفاهم الحمد لله. طيب انت دائمه التجمل ليه ما شاء الله؟ انا بحب ان انا دايما ان انا اكون في ناس جميله. ما شاء الله. حاضر يا حبيبتي كملي المنام التاني. المنام التاني يا ام محمد. نعم. المنام التاني. المنام التاني اللي هو بتاع جوزي، حلم ان هو ماشي في مكان فيه بيوت قديمه وزي اثار قديمه كده. قطع الاتصال. معلش يا ام محمد انا ما سمعتش منام زوج حضرتك كاملا، عود الاتصال بينا مره تانية ونخرج لفاصل مع حضراتكم ونرجع تاني، الزاموا الاستغفار حتى نعود. سنعود للإعلان على شاشة الصحة والجمال. يرجى الاتصال على 011-211-0682.
بتحلم كتير؟ أحلامك بتشغلك ومش لاقي، ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له. دلوقتي حلمك على موبايلك، ابعت حلمك في رسالة على 94-172، هيفسر لك أحلامك مجموعة من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. عدنا. عدنا لكم من جديد، وكانت معانا رؤية للحاجة أم عبده، ربنا يا رب يبارك فيها ويديها الصحة هي وزوجها. بتقول على الرؤية الخاصة بالبيت وإن في مية صافية، أعتقد والله على أعلم أنه صفو إن شاء الله في الحياة ما بينك وبين المقربين بيك، وأمور حياتك إن شاء الله إلى الخير بإذن الله تعالى. وأكرر أمي الكريمة الحبيبة، ما تهمليش في صحتك، ودايما ارتاحي نفسيا وزوج حضرتك ارتاح نفسيا. أم محمد والله أعلى وأعلم، أعتقد أن الحس هنا. طيب معانا اتصال. هدى، السلام عليكم يا هدى. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتورة؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله. بقول لحضرتك انا دايما بحلم ان انا بلاقي في شقتي اصلا، يعني اكن في الشقة عندي في طرقة طويلة وانا ما كنتش شايفة او ما كنتش واخدة بالي ان في الشقة فيها. ما شاء الله ما شاء الله. في جناح تاني كده في الشقة وانا عمري ما شفته اصلا. ما شاء الله. ونيجي داخلة نلاقي حاجات قديمة، يعني مثلا زي اوضه نوم قديمه وفيها ملايات. اسالك طيب يا هدى سؤال، انت بتجيدي بعض الاعمال اليدويه؟ لا لا. بالخياطه؟ لا لا. طيب المهم، وساعات برضو ايه نلاقي نفسي اكني داخله على اوضه سفره تانية كده مش اوضتي اصلا، بس موجوده في الشقه عندي وانا عمري ما شفتها اصلا. ومليانه النيش، مليان كاسات، والكاسات كبيره جدا وشكلها يعني حاجات اثريه او زي يعني حاجات قيمه جدا، نقول ازاي دي كانت موجوده في الشقه عندي وانا مش شايفاها. تمام. ومره ثانيه برضو شفت اكن اوضه السفره بتاعتي برضو فيها يعني حاجات نحاسيه وحاجات قديمه جدا، بس حاجات لها قيمه. ساكنه في بيت عيله يا هدى؟ طيب في اي حقوق لزوجك من اهله؟ والله هو في، بس يعني هم من ما بيطلبوش يعني. طيب خير ان شاء الله. او فشفت مره برضو ان اوضه السفره عندي دبحت فيها رجل. خير ما شاء الله. حاضر. ده حلم تاني، حلمت ان انا اكني ماشيه كده في مقابر، وقال بنتي اللي بتروح درس يعني بنتي في الدراسه بتمشي من المكان ده، وقلت ازاي ده المكان ده فيه ناس بلطجيه وازاي بتعدي من المكان ده، وبقيت خايفه عليها قوي. المهم ان انا عديت من المكان، قلت يبقى الحمد لله هي عدت من المكان ده وما حصلهاش اي حاجه. ففي الاخر لقيت نفسي دخلت في اوضه كده وفيها راجل بيدي درس علم. طيب. او درس عن القران يعني. فبعدين من بص على صدري لقيت نفسي لابسه سلسله فيها ايتين الكرسي. تمام. بس طب اسالك يا هدى قبل ما تقفلي، انتوا مستنيين، انت نذرتي نذر لله في شيء ان تم ليكي هتعملي هذا النذر وهو ذبح؟ لا لا ما نذرتيش. طيب لا لا. خير ان شاء الله. حاضر يا هدى، اسمع حضرتك، نورتينا وشكرا لاتصالك. طيب معانا ام انس. اهلا يا ام انس، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الله يخليك، الحمد لله رب العالمين. كتبت اخويا من تقوية حلمت بثلاث أحلام، هما مرتبطين ببعض يعني شبه بعض. الحلم الأولاني كانت عند الكعبة هي وبنتي وحماتي، فهما بيطوفوا حوالين الكعبة، بتقولوا هي بتطوف كأني باب الكعبة بيتفتح، فهي عايزة تدخل عند باب الكعبة، فحماتي أنا تقول لها لا 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 ما تدخليش مش هتعرفي. متزوجة يا أم أنس؟ لا 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 لا، دي عندها 20 سنة أنسة. طيب وبنتك برضو في سنها؟ وبنتي اصغر منها بسنتين. تمام. فالمهم وهي بتطوف بتقول لي فجاه لقيت باب الكعبه اتفتح راحت حضناه. ده الحلم الاولاني. الحلم الثاني برضو في نفس المكان عند الكعبه، بس كنت انا بقى المره دي معاها وبنتي برضو جه. في نيه للعمرة يا ام انس؟ لا احنا عن نفسنا لسه جايين، بس هي ما راحتش. ما سمعتش يا ام انس. انا لسه جايه من العمره بقالي حوالي شهرين ثلاثه، لكن طيب. بنت اخويا ما راحت. لا طب تروح ان شاء الله باذن الله. حاضر كملي يا ام انس. فالمهم وهي واحنا بنطوف بقى حوالين الكعبه، فبتقول لي لقيت ميه ياما كاني بحر. فهي خايفه تدخل لحسن تغرق، بس هي شايفه الناس طايفه فوق الميه كده يعني لحد صدرها الميه.
فالناس قالوا لها تعالي ما تخافيش، ما احنا قدامك اهو البنطوف والميه مش مغرقانه ما تخافيش. راحت داخله واحنا دخلنا وراها، ففعلا لقيت نفسها ان هي عايمه فوق، فبدات انها تطوف حوالين الكعبه واحنا برضو معاها. فجت عند الحجر الاسود بتقول لي كاني مكتوب جوه كده في ايه، بس هي مش مفهوم يعني اللي بيوصل الايه دي ما بيعرفش يقراها. فقالت الايه دي انا مش يعني مش فاهمها مش عارفه اقراها. لما بصت لقيت زي كلمه يا ايها الناس او يا ايها الذين امنوا، بس مش هي ما عرفتش تكمله الايه. يعني اخرها حاجه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، فبتقول رحت قايله عليه الصلاه والسلام، صلت على الرسول عليه الصلاه والسلام وصلي وسلم وبارك عليه الصلاه والسلام. بقى اخر حلم بتقول بقى المره دي كان هي واصحابها راحت برضه عند الكعبه، وقبل ما تقرب عند الحجر الاسود قالت لهم لا ما حدش يحاول ان هو يقرا الايه عشان مش هنعرف نقراها لان هي مكتوبه بلغه مش مفهومه. المهم بتقول فانا حاولت رحت بصيت كده في الحجر الاسود وقريت الايه فعلا عرفت تقراها المره دي، وصحيت من النوم بس هي نسيها. طيب خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. حاضر يا ام انس نورتينا وشكرا لاتصالك. كان معانا منام لاختنا هدى بتقول ما شاء الله. شوفي يا هدى والله اعلم الرؤى اللي انت بتشوفيها كتير بخصوص وسع البيت فهي اتساع في المعيشه ان شاء الله. اما العجل اللي شفتيه بيدبح في بيتك او في شقتك اعتقد ان هو سعه في الرزق واعوام تقبل عليكم ان شاء الله فيها سعه للرزق. واعتقد ان انت في دماغك فكره لتنفيذ مشروع والفكره دي هتكون ان شاء الله سبب في خير عليكم باذن الله تعالى. اما المنام الخاص بالبلطجيه والله على وعلم اعتقد ان هي استقامه منك في امور الدين ان شاء الله واقبال على حفظ كتاب الله، واعتقد ان هي تحفيز ليك وحث على ان تلزمي تحصين نفسك وان تلزمي الاذكار الصباح والمساء وقراءه القران والتحصين خصوصا ايه الكرسي. ام انس بتقول ما شاء الله يا ام انس المنامات الثلاثه الخاصين بالبنت اعتقد ان هم بشاره ان البنت ان شاء الله ترزق الزياره في عمره او حج باذن الله تعالى، وربما تكوني انت خارجة معاها مع اخوك، ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن البنت ترزق بإذن الله تعالى العمرة هذا والله أعلى وأعلم من كل المنامات اللي قلتيها عنها يا أم أنس. معنا في الاس ام اس حلمت ببنت عمتي وأنا برا فكانت بتساعدني وتمسح الأرض وعليها الدورة الشهرية أصبح على الأرض بقع من دم. المنام أعتقد والله أعلى وأعلم أنه ليس برؤية ولكنه حديث نفس خاص بيك انت ربما ان كان عندك وقت الحيض وقتها او وقت المنام او في تفكير في الحيض والله اعلى واعلم. دايما بحلم اني بتشاهد واموت واحلمت اني بالسماء داخل بنايه كلها جان وكان يوجد ناس معي وبقربها شفت منار الجامع وفجاه المناره بدات تنفرج وانا خفت وتشهدت ووقعت من السماء او يعني المنارة تقريبا اللي وقعت ولا انت اللي وقعتي الله مستعان. فشفت وانا بنزل بين الغيوم والسماء كان لونها سمائي فاتح وقلت لو ربي يريد ان اعيش سوف اعيش حتى لو وصلت الارض ولو اراد ان اموت ساموت. طيب عندنا بعض المفسرين قال لو انت في المنام بتقول لنفسك لو فلو استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول لو اني فعلت كذا وكذا فان لو تفتح عمل الشيطان. فهنا عندي والله اعلى واعلم ان كان يعني اعتقد ان هي مش رؤية ده من يعني من قول او فعل الشيطان، لكن هذه الاخت الرؤية او هذا صاحب المنام هذا ان كان في تقصير في امور الدين فانتبه لعل الله عز وجل يعني في امر يقلب عليك غضب الله عز وجل في امر من امورك فتوب الى الله او توب الى الله هذا والله اعلى واعلم. ده ما كان النهارده مننا في اللقاء معاكم والوقت سبحان الله العظيم خلص بسرعه وان شاء الله معاكم بكره باذن الرحمن. ان اصبت فمن الله وحده ولا الحمد والشكر واساله مزيد التوفيق والنعمة والفضل علينا على جميع رب العالمين وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان استغفر الله العظيم وأتوب إليه. ألقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله أوصيكم بذكر الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.